أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، حياكم الله جميعا، أهلا بكم إلى برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم دائما من الإخبارية الجزائرية على مدار 3 ساعات من الزمن، تتابعون في أبرز ملفاته اليوم. المستهل بالشأن الصحي، وحديثنا اليوم عن صحة الفم والأسنان وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان، ما هي المحاذير وما هي الإرشادات الواجب التقيد بها لمجابهة مختلف الأمراض الواردة. في شأن آخر، وقفة اليوم عند أبرز معالم السياسة الجبائية في الجزائر التي تتوافق مع النموذج التنموي المنشود بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية. في الحدث اليوم، انطلاق أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالجزائر العاصمة في ظل عدة تحديات وتهديدات تواجه العالم الإسلامي، إلى جانب تصعيد خطير من قبل الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته. في موضوع آخر خلال هذا الفضاء الإخباري، وفي الصناعة، تعزيز مواصفات الجودة وتنافسية المنتوج الوطني حتى نواكب الصناعات العالمية، رهان السلطات العليا في البلاد التي وفرت بيئة قانونية محفزة للاستثمار، استثمار يتطلب أيضا قوانين مرافقة كمشروع قانون يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه، أقول لإنجاز مشاريع استثمارية. كل هذه المحاور مشاهدينا الأفاضل تتابعونها معنا بتفاصيلها بعد ورقة لأحوال الطقس أعدها الزميل كريم مرزوق. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. تبقى أجواء متقلبة تميز نهار اليوم كافة المناطق الشمالية، استقرار في حالة الطقس ابتداء من ليلة اليوم بإذن الله. في انتظار ذلك، أمطار تبقى تخص على فترات كافة المناطق الشمالية، أحيانا على شكل زخات رعدية خلال نهار اليوم، هذا على كل سواحل. الثلوج أيضا تبقى تخص نهار اليوم المدن الداخلية التي يفوق علوها 900 متر. أجواء باردة مرفوقة بسحب عابرة نحو الصورة شمال الصحراء والواحات، وصفتا من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب. أجواء باردة ميزت ليلة اليوم كافة المناطق الداخلية، حيث سجلنا 6 درجات تحت الصفر، وهذا كأدنى مقياس بالبيض. جنوبا درجة واحدة فقط كانت بثمن راس، و11 كأعلى مقياس بإنقزام. أما خلال ظهيرة اليوم، البرودة أيضا تبقى محسوسة على كافة المناطق الشمالية إلى غاية شمال الصحراء، درجتين فقط بالبيض، 9 درجات بقسنطينة باتنا سطيف، ما بين 12 إلى 14 درجة بسواحل، نفس المقياس بشمال الصحراء، 19 بأدرار بتيميمون لمنيعة إن صالح وتندوف كذلك بابن عباس، 27 درجة ستكون كعلى مقياس بأقصى الجنوب. البحر خلال نهار اليوم سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب بسواحل الوسطى والشرقية، والرياح ستبقى ضعيفة على العموم. هذا بالنسبة لداخل الوطن. بالنسبة للقارة الأوروبية، خلال نهار اليوم الأجواء ستكون مستقرة بجنوب القارة ووسط القارة، مع 13 درجة بلشبونة وروما، أجواء مشمسة أيضا بفيينا مع درجتين، نفس الأجواء بكييف لكن باردة درجتين تحت الصفر، غائمة بإسطنبول مع 7 درجات، تقريبا نفس الأجواء بلندن وباريس، 3 درجات ببرلين مرفوقة بتساقط للثلوج، ثلوج أيضا بموسكو مع أجواء باردة 3 درجات تحت الصفر. أما عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة وضواحيها، سيكون في حدود الساعة 6 مساء وعشر دقائق. مشاهدينا، أشكركم على حسن المتابعة، طاب يومكم ودمتم في أمان الله. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل.
بداية أسبوع موفقة نتمناها للجميع. مشاهدين الأفاضل أهلا وسهلا بكم إلى برنامج هذا الصباح في أول ملفاته والمستهل كالمعداد بالملف الصحيح. حديثنا اليوم عن صحة الفم والأسنان وعلاقتها بصحة الإنسان عموما. ما هي المحاذير؟ ما هي الإرشادات الواجب التقيد بها من أجل الوقاية من مختلف الأمراض؟ استفاضة في الموضوع أسعد كثيرا باستقبال الدكتورة زهرة منهان طبيبة أسنان. دكتورة منهان صباح الخير. صباح النور. شكرا لك على قبول الدعوة. تاني شكرا على الاستضافة. يعني هذا حيكون لنا منبر باش ننصحوا الناس ما يخافوش من الدانتيست ويجيو يكونسلتيو جوستومون باسكو أمراض اللتة كيما أمراض الأسنان كيما نعرفوا مصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية الثانية من حيث الانتشار بعد الزكام. جيد. دكتورة منهان، ربما كما تفضلت صحة الفم هي أهم بكثير مما نتوقع، ما هي علاقتها بالصحة العامة للإنسان؟ عندها علاقة وطيدة كما الأسنان، كما عندنا الكور تاعنا شي نونتيتي انتيير، كذلك الأسنان الفي بارتي يعني الجسم تاعنا داكوغ، عندها علاقة وطيدة بارابور الأمراض أخرى بارابور يعني تأثر كثيرا. نعم. خاصة اللي عندهم مرض السكري واللي عندهم مرض القلب تأثر كثيرا في الصحة تاعهم. نعم. لأنه الجسم تاعنا ولا الأسنان تاعنا الفم تاعنا فيه اللعاب، وهذا. نعم. اللعاب متكون من مجموعة من البكتيريا. هذه البكتيريا فيها الضارة وفيها الغير ضارة. نعم. يعني هذه البكتيريا تكون ايكيليبري كي يكون الانسان ينظف سنانه. لا بريزون شارج تاع لا 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 بوش تاعو الاسنان تاعو تكون الي بيان، تكون ما تاثرش يعني ما كاش مشكل. لكن كي يكون تراكمات تاع الاكل اكسيتيرا خاصه الاطعمه اللي فيها السكريات، هذيك الاطعمه تتحول الى احماض. نعم. هذه الاحماض تاثر على الغلاف والغشاء الخارجي للسن اللي هو المينا، كي تاثر عليه تقدر تقبض تدير له فجوات اللي هو. نعم. التسوس. كما ايضا كي يلحق للتسوس وبيان امراض اللتة، هذا الشيء يقدر يروح بالاوعيه الدمويه. نعم. الى قلب الانسان. مهم. وكي يكون قلب الانسان مريض راح يكون تما ويقدر يلحق له حتى للوفاة. نعم. لان عيطوا لها احنا لوندوكاردي دوسلير. نعم. بسبب المشكل في الاسنان، بسبب البكتيريا اذا كانت. نعم. تجوز في الاوعيه الدمويه وتلحق حتى للقلب، والانسان هذا كيكون مريض قلب تقدر تلحق له الى يعني امور لا يحمد عقباها. اذا من الاول يكون الانسان عنده يعني يلزم يروح يدير التشخيص تاعو. نعم. يباس اون كونسلتاسيون ال كوت ريان لا كونسلتاسيون داكوغ. على الاقل يعرف المشاكل الصحيه ولا مشاكل الاسنان الصحيه اللي عنده يتريتيها ديل ديبو. ربما بفضل هذا الفحص الدوري عند الطبيب دكتورة منهان يكتشف الإنسان أنه فيه جذور لهذه الأمراض الخاصة بالأسنان، لها علاقة بالقلب. طبعاً. بالسكري كما قلت، ربما هشاشة العظام أيضا. هشاشة العظام أيضا، هشاشة العظام أيضا عندها علاقة كبيرة. وأمراض الأسنان والفم سورتو كي تكون اون انفيكسيون. نعم. يعني تقدر تأثر على الإكيليبغ تاع السكر في الدم، تقدر تأثر على توازن السكر في الدم. نعم. عند الشخص المصاب بداء السكري. نعم. والأشخاص المصابين بداء القلب عندهم كما نقولوا احنا لما يجي عند طبيب الأسنان كاين توتان بروتوكول، نقدروا ما نعطوا له مضادات حيوية يعني دي زانتيبيوتيك، مضادات حيوية لمنع انه هاد الجراثيم ولا هاد البكتيريا تدخل له في الدم تاعه وتلحق. نعم. للقلب تاعه. دكتورة منهان، يعني مصادر آلام الأسنان قد تكون هذه الأمراض، قد تكون لها يعني عوامل خطر أخرى أو أسباب أخرى متعلقة مثلا بالسن، بالحوادث التي قد تتعرض لها الأسنان. طبعا طبعا هناك مصادر كثيرة لتسوس الأسنان. نعم. ويعني والشائعة أكثر والأول مصدر اللي. نعم. يجلب تسوس الأسنان ولا أمراض اللتة هو عدم تنظيف الأسنان. ولو عدم زيارة طبيب الأسنان دون فاسون بيريوديك. فوالا. وقد تتعرض السن إلى الصدمات حتى عند الأطفال أو مثلا حوادث أخرى تؤثر عليها. طبعا طبعا
طبعا عند الأطفال يعني نلقاو نسبة كبيرة من الأطفال عندهم تسوس في الأسنان. مام ريسامون دارت نيتود هنا في ألجيري، هاد ليتود تقول لك بين يعني مشاكل تاع التسوس كاعيتيك السبب تاعها الرئيسي هو عدم تنظيف الأسنان. ولقاو باللي 45% من الأطفال اللي أقل من 15 سنة ما يبروسيوش أسنانهم، ما ينظفوش أسنانهم. فوالا حنا توجور عندنا كيما نقولوا لو كونساي للطفل الصغير، لأنه هو اللي راح يكون فيتور ادولت، صحيح راح يكون بالغ في المستقبل. تسمى من الاول نعودوه على تنظيف الاسنان باش يفيتي كاع هاد المشاكل تاع التسوس ولا امراض اللثه ولا غيرها. ونقطه واحده اخرى نوه عليها، كي نقول باللي الاسنان تاثر على صحه الانسان، يعني هذا شيء عكسي. كيما نقدروا حنايا وطنك طبيبه اسنان نقدر نفيق باللي هدايا راهو اترافير سيدون، نفيق باللي هذا المريض راهو عنده بالك داء السكري، نعم. بالك عنده نقص في الفيتامينات، هشاشة مثلا العظام، نعم. هشاشه العظام، نعم. مثلا كي يكون الانسان عنده افرازات تاع اللعاب تاعو قليله، يعني ما من اللعاب فيه بكتيريا لكنه يلعب دور اخر، اللي هو دور ينقي الاسنان. هل هو علاقه بجفاف الفم؟ هذا هو فوالا، جفاف الفم، جفاف الفم، نقص افرازات اللعاب، نعم. هذا يأثر على اللثه، يأثر كذلك على الاسنان، باسكو اللعاب كما قلت لك هو ايضا عنده دور واحد اخر اللي هو يحمي الاسنان تاعنا. كي ما يكونوش الافرازات هذوك يعني بطريقه صحيحه ولا افرازات كما يلزم، راح يأثر على الامراض، على اللثه، ويأثر كذلك على الاسنان. حنا كي نشوفوا هكذا نقدروا نشكوا بلي هذا المريض ممكن عنده داء السكري. تسمى حنايا نولوا نبعثوا المريض عند نوجهوه الى الطبيب المختص لفحوصات اخرى. لفحوصات اخرى، مثلا كاين مرضى اللي يجيوك بتقرحات في اللثه تاعهم، سكون ابيل لي زافت، نعم. يقدر يكون عنده نقص في كاش فيتامين. اذا طبيب الاسنان يوجهه، يعني هذه كما يقولوا حنايا دائره مترابطه. فوالا مترابطه، الصحه الفمويه والصحه الجسميه مترابطه. دكتوره منهل، حتى المراه الحامل ومضاعفات الحمل والولاده ممكن ان تؤثر ايضا طبعاً على صحه الاسنان؟ طبعا طبعا، كاين مام دراسات تقول باللي المراه الحامل لو كان يعني امراض الاسنان تقدر تلحق، وين المراه الحامل تكون تزيد افون لا دات فوالا تاع لاكوشمون تاعها. كيما يقدر يكون الجنين، يقول لك ايضا هاد الدراسات تقول باللي يقدر الجنين يزيد في لو بوا، ناقص شويه بارابور كيما يلزم، يعني الوزن تاع الجنين الطبيعي تاعو راح يكون شويه ناقص بارابور الوزن الطبيعي اللي يلزم يكون. ايضا هذه كاع مشاكل تقدر ديرها كي تكون صحه الاسنان يعني شويه قليله. طيب بالحديث عن اسباب تسوس الاسنان والفئات الاكثر عرضه لتسوس الاسنان دكتوره، تسوس الاسنان ما عندهاش فئه، مالوغوزمون كاع الفئات معرضة. نعم. يعني نقدر نقول بالك الفئة اللي ماشي معرضة هي الفئة اللي تعطي أهمية كبيرة للأسنان تاعها بالتنظيف المستمر واتباع القواعد الصحية للأسنان، بالك هذيك الفئة اللي تلقايها يعني العرضة تاعها ناقصة. سينو تسوس الأسنان نلقاوها عند الطفل كما نلقاوها عند البالغ كما نلقاوها عند الشخص يعني الكبير. ولكن الأسباب الشائعة وراء تسوس الأسنان ما هي دكتورة؟ الأسباب الشائعة وراء تسوس الأسنان هي نظافة الأسنان. نظافة الأسنان. نظافة الأسنان. أيضا هل طبيعة الغذاء الذي يتناوله الشخص طبعا طبعا تؤثر؟ طبعا تؤثر، من العوامل اللي تأثر على صحة الأسنان. مثلا الإنسان اللي يأكل كثير سكريات، نعم، هاد الشيء أثر على الأسنان تاعو، لأن السكريات كما قلت لك في الأول تتحول إلى أحماض، هذيك الأحماض تأثر كثير على السن تاع الإنسان، ومن هنا يبدأ تسوس الأسنان. نعم. من هذه المرحلة يبدأ تسوس الأسنان. كذلك الأطعمة السريعة، يعني الاطعمه السريعه في اي وقت كان وكذا، نعم. فوالا سورتو الوقت يفو ريسبكتي. تانيك تاثر على اسنان، على صحه الاسنان تاع الشخص. دكتوره منهل، هناك ايضا مشكل اخر يعاني منه يعني الفرد في حال من ناحيه صحه الفم، وهي امراض اللثه. ما هي الاسباب وراء الاصابه بامراض اللثه، الاعراض المرافقه لها، وكيف نتجنبها ايضا؟ داكو، الاسباب اللي الاصابه بامراض اللثه هي البلاك
يعني الجير نعم. اللي هو لو تارت حنا نهضروا له. هذا لو تارت هي طبقه تتشكل من تراكم تراكم الاكل. نعم. هذا هو هذه السبب الرئيسي لامراض اللتة. وفيها امراض اللتة ديسين يعني اللي فريمون يجيني والانسان كما نقولوا حنايا نزيف تاع اللتة، رائحة كريهة أيضا من الفم. تقدر تلحق أمراض اللتة إذا كان الإنسان ولا الشخص هذا المصاب بمرض اللتة ما دواهاش ولا ما دارش عندي تخرج يعني تنظيف لهذاك البلاك. تقدر تلحق حتى وين يفقد السن ولا الدرس تاعو. جيد دكتورة منهن، العلاج هذه الأمراض اللثة عند الطبيب بالدواء، هل مثلا أيضا لابد من اللجوء إلى علاجات بديلة مثلا؟ لا أنصح بهذا لأنه الإنسان تخاف يغلط يدير حاجة اللي يضر له الأسنان تاعو. من المستحسن يشوف استشارة طبيبة الأسنان، طبيب الأسنان يدير استشارة المريض، هو اللي يعطيه كاع واش يلزم يدير وكاع واش يلزم يكون. ما إلا كان كاين أمراض بديلة راح يكون طبيب الأسنان أدرى بها، يعني هذا الشيء لا أنصح به. يروح للطبيب يشوفه، يشوف لوكا تاعو، يشوف واش عنده واش ما عندوش، الطبيب هو اللي يتصرف وياخذ يدير لو بلان دو تريتمون نيسيسار. فوالا. طيب ما هي المضاعفات المحتملة جراء هذه أمراض اللثة والتسوس في حال لم تؤخذ بعين الاعتبار؟ المضاعفات تقدر تلحق حتى كما قلت لك انه الشخص يفقد الدرس تاعو، كما تقدر تأثر على الصحة العامة للإنسان. نعم. خاصة إذا كان عنده مرض مزمن. تقدر تمام تأثر على الصحة العامة للإنسان كي يكون عنده مرض مزمن، القلب ولا السكري ولا ولا الضغط الدموي أيضا. جيد دكتورة منهن، ربما مشكل آخر يصادف الأسنان بشكل عام ويؤثر على جمالية الابتسامة للأفراد هو مشكل إصفرار الأسنان، إلى ماذا يعود؟ إصفرار الأسنان يعود إلى الأكل، طبيعة الأكل اللي يتناوله الشخص. نعم. بس ما يخفاش علينا أنه كاين مأكولات فيها ديكولوران. نعم ملونات. تأثر ملونات تأثر على لون الأسنان. داكوغ، لهذا ينصح بتنظيف الأسنان. هذاك التنظيف البيريوديك راح يجعل الأسنان يعني الكارد لاكولور تاعها ناتشورال. يقدر مام الشخص يروح حتى لو بلانشيمون دونتيغ. وفي هذه البقع فيها ألوان يعني التي تصيب الأسنان. نعم. كاين بقع اللي تجي من الفليور، كي تكون نسبة الفليور شوية عالية على اللي يلزم تظهر واحد البقع هكذا في الأسنان. بقع شغل رايحة للإصفرار. وهناك أيضا بقع بيضاء، هناك أيضا بقع صفراء. وي نعم. أو بنية. نعم. بنية أيضا. نعم. فوالا. هذه كلها هل تلك البقع البيضاء بالخصوص دكتورة منهان لها علاقة حقيقة بنقص الكالسيوم في الجسم؟ أو نقص المعادن نعم عموما. نعم نعم. وهذيك تلقاي الأشخاص اللي عندهم هذا المشكل تلقاي مام السن تاعهم اللي تخي فراجيل، يعني هش كثيرا لأتفه الأسباب، يقدر يتكسر يبدا يتفتت. فوالا عندها علاقة بالكالسيوم، يعني المأكولات والأطعمة، يعني نرجعوا للأطعمة والمأكولات عندها اون امبورتونس. الإنسان لازم يعرف واش ياكل. فوالا ما يعرف يعني يدير الأكل تاعو يكون متوازن ويكون صحي، من المستحسن يفيتي عليه المأكولات السكرية كثيرا. نعم. والمشروبات الغازية. صحيح. أيضا مضرة جدا. نعم. ياكل أكل صحي. الخضروات الفواكه تانيك مليحة لصحة الجسم ولصحة الأسنان أيضا. ما أثر التدخين اللي هو مشكل عويص؟ نعم. له علاقة بالكثير من الأمراض. نعم. وأيضا صحة الأسنان. نعم. عنده آثار مباشرة على سن التدخين لأنه المكونات تاع السجائر معمرة بالسموم. نعم. سموم لجسم الإنسان وسموم أيضا لأسنان الإنسان أيضا. قد تؤدي إلى التسوس أيضا التدخين. يؤدي إلى التسوس. أمراض اللثة أيضا. نعم خاصة أمراض اللثة. دايوغ مام المدخنين اللثة تاعهم اللون تاعها ماهوش لون طبيعي. وردي طبيعي. ماهوش يعني احنا باسكو لون اللثة الطبيعي واللي مستحب يكون
كتكون برتقالي هكذا كلير. نعم داكور. المدخن جينيرالمون تلقاه حتى يروح لبلو لون تاع اللتة تاعو، اي ني با فريمون نورمال، يعني جينيرالمون كاع عندهم لتة مريضة. وحتى نتفادى الرائحة الكريهة للفم احيانا دكتورة، لها علاقة ايضا بنظافة الاسنان وبمختلف هذه المسببات. علاقة مباشرة بنظافة الاسنان، ونظافة الاسنان ما فيهاش غير لابوسادو. نعم فيها ايضا الخيط لو فيل دو سوا انتر دونتير اللي يجوز هذاك بين سن وسن، لانه هذا المكان ضيق شويه. نعم. يعني فرشاه الاسنان وحدها ما تقدرش تلحق لهذا المكان بين سن وسن، يلزم ان فيل انتر دونتير اللي يستعملوا المريض كل يوم. نعم كل بعد يوم. كل غسله طبعا هذا الشيء يفيتي له رائحه الاسنان، يفيتي له ايضا لي كاري انتر دونتير اللي بين الضروس، باسكو هاد لي كاري المشكل تاعهم انهم ما يبانوش كيكونوا في الاول تاعهم، يعني لانه التسوس يجي بين زوج اسنان ولا بين زوج درسات. نعم. ما يبانش. لازم فريمون كونسلتاسيون عند شيرجين دانتيست. والمشكل التسوس كيكون جديد ما يمدش الالم. نعم هذا هو الشيء اللي رانا دائما نقولوا عليه، تسوس كيكون جديد يقدر الانسان ما يحس حتى الم، يقول لك ايبا الصحه تاع الاسنان تاعي راهي فريمون مليحه، مي لو كان يروح ان كونسلتاسيون يلقى باللي عنده تسوسات اللي بداتو جديده اللي ماهيش دايره له الالم صغير، لكنها تسوسات اللي تقدر تمشي وتلحق حتى الالم. وهنا تنصحون دكتوره منهان بضروره انه يعني يزيل هذه التسوسات بشكل مبكر حتى قبل ان تتوسع وتكبر؟ طبعا طبعا، لان انه لو كو تاعها يعني فينانسيغمون راح يجي اقل. نعم. كي تكون تسوس جديد الخساره تاع السن راح تكون اقل. مام العدد الجلسات اللي يديرهم مع طبيب الاسنان راح تكون فريمون اقل، يعني هنايا يكون الشخص هو اللي رابح اكثر. نعم. يربح الضرس تاعو ويربح وقته ويربح ثانيك دراهمه. اليوم نشاهد انه علاج تسوسات الاسنان بشكل مبكر اصبح حتى عند الاطفال عند المراهقين، يعني بسبب كما قلت طبيعة النظام الغذائي، كثرة السكريات وغيرها. نعود إلى طريقة تنظيف الأسنان ومميزات فرشاة الأسنان وكم عدد المرات ومتى يتم تبديل هذه الفرشاة وغير ذلك. Ça c'est très important parce que حنايا يجونا en consultation أشخاص ولا مرضى يقول لك يعني عندي تسوس الأسنان ولا عندي مرض في اللتة لكنني دائما أستعمل فرشاة الأسنان. كاين ناس ما تعرفش تبروسي سي سا. كاين ناس يعني طريقه تنظيف الاسنان تاعها ممكن تشرحيها دكتوره؟ طبعا طريقه تنظيف الاسنان هي انه الانسان يحكم فرشاه الاسنان تاعو يحطها في الفوق ويحبط مثلا للفك العلوي. نعم. والفك السفلي لتحت ويطلع. نعم. توجور نديروها من الغوج فيغ لو بلون، يعني من اللثه الى السن. باش هذه الطريقه هي المثاليه اللي تخلي الانسان يخرج هذيك الماكله اللي راهي تما جست بعد التنظيف، وياخذ ايضا وقته في البروساج بس كاين ناس ثاني تبروسي كم ينصح يعني على الاقل دقيقتين على الاقل بس كاين ناس تبروسي ثاني قبالك بالطريقه الصحيحه لكن غابيدمون يعني ما تاخذش وقتها في البروساج. نعم. اي ما تحكمش كاع لي سورفاس تاع لي دون، ما تحكمش كل مساحه الاسنان خاصه. نعم. الاسنان الورائيه يقدر البروسي. نعم. غير هنايا في لافاس اماما والاسنان الورائيه ينساوها كومبليتمون. نعم. داكور. اذا الانسان ياخذ الوقت اللازم في البروساج، يخير تانيك معجون الاسنان يكون مليح هما كاع ملاح برك لازم يكون الانسان ينتبه لماده الفليور. نعم. لكونتيتي تاع ماده الفليور اللي راهي في معجون الاسنان اللي خيرو هي يجب ان تكون زايده أم معتدلة؟ الشيء اللي يحتاجه الإنسان عند البالغ يحتاج 1200 بي بي ام. نعم. وعند الطفل الصغير 550 بي بي ام تكفيه تاع الفليور. لازم يعني منظف الأسنان معجون الأسنان يكون فيه هذه النسب تاع الفليور. وإذا كانت النسبة أعلى من ذلك دكتورة هل يؤثر تكون مضرة مثلا؟ طبعا مضرة طبعا طبعا لصحة الإنسان مم لصحة الأسنان خصوصا الأطفال لو يبلعوه هذاك المعجون. فوالا هذا هو المشكل هذا هو الإشكال. على بها لا دوز تاع الاطفال تلقايها حابطه بارابور لي زادولت للكبار. تحدثنا عن طريقه التنظيف، يعني كم من مره ينصح على الاقل مرتين في اليوم. على الاقل مرتين في اليوم.
نعم. طريقة التنظيف وخصوصا قبل النوم دكتور. خصوصا قبل النوم نعم. لأنه الإنسان جينيرالمون كيروح يرقد 8 سوايع هو راقد نعم. فمه مغلوق ولو كان يخلي أسنانه هكذاك بالماكلة ويرقد بها إذا البكتيريا راح تدير حالة سيسا من المستحسن وتكون على الأقل مرتين في اليوم نعم بدون نسيان استعمال الخيط نعم يعني إلي فريمون امبورطون يعني باسكو الانسان يجيب له ربي باللي خلاص يسي بروسي يعني المده الكافيه وبالطريقه الصحيحه لكن كي ينسى الخيط ينسى باش ينقي ما بين الاسنان يعني فريمون هنايا دير يعني تسوسات امام تراكم البلاك حتى لما يكون عنده فيه حشوات في الاسنان يعني بينها بين السن والاخرى دكتوره قد يحصل انه يحس الانسان بانه وجود دعينا نقول شيء من القيح او شيء من التعفن في المنطقه اذا لم يتم بشكل مستمر علاج هذه الفراغات الموجوده بين ليس علاجها ولكن تنقيتها بالخيط نعم لازم تنقية هذه الفراغات ما احنا في حشوه الاسنان اون ريسبكت سكون ابل ليسباس بيولوجيك سي ان اسباس اللي خلقه ربي في الانسان يعني حق لاجونسيف اون لو ريسبكت يعني نحترموه ممكن نديرو حشوه اون تخدر سودرس نحترموا هذاك الاسباس ماشي يكون اسباس اللي تدخل فيه الماكله لكن لو في لي جوز سون بروبليم لانه مخلين نحترموا الاسباس يعني حق لاجونسيف نحترموه فوالا اذا لو في لي facilement sans problème. طب هل هناك مواصفات خاصة لفرشاة الأسنان أيضا يجب مراعاتها؟ طبعا لازم نشريو فرشاة أسنان من عند الصيدلي يعني هذا جو كونساي معجون الأسنان من عند الصيدلي ما يلزمش نشريو برك وين جا باسكو يعني باش نيفيتيو لي كونترفاسون من فرشاة الأسنان اللي نشريوها من عند الصيدلي من المستحسن تكون ميديوم ما راهي فريمون سوبل يعني طرية بزاف ما راهي فريمون خشينة بزاف اللي تقدر مام تأدي لثة الأسنان تكون ميديوم ويلزم يغيرها الإنسان كل فترة كم وكم؟ كل شهرين على الأقل شهرين يغير فرشاة الأسنان وإلا شاف بلي قبل شهرين بلي هذوك يعني الشعيرات تاع فرشاة الأسنان حسهم بلي راهم ماهمش ملاح ولا يبدلها من المستحسن وماذا عن غسول الفم؟ غسول الفم يفيتي أيضا كثير من البكتيريا ولا يعني ولا ما الرائحه الكريهه يعاون كثير فيه ويعاون ايضا في لا سيكاتريزاسيون تاع لا جونسيف كي تكون التئام جروح التئام الجرح تاع تاعنا لكن ما يداويش وكم من مره يجب استعماله ايضا في اليوم نقدروا نستعملوه ابري لو بروساج مرة واحدة في اليوم؟ مستحسن لا تقدر يقدر يستعملوا الإنسان حتى مرتين ثلاث مرات يعني ما كاش مشكل في غسول الفم نعم ماذا عن بعض العلاجات البديلة هناك من يلجأ إلى بعض مثلا الليمون البيكربونات كل هذا يعني نعم نعم إلي دي كونسي الليمون ديجا الحموضة أصلا تأثر على السن الحموضة تأثر كثير على الطبقة الخارجية للأسنان المينا يعني إلي دي كونسيي كيما قلت لك نرجعوا من المستحسن انه المريض يدير استشاره طبيه نعم. ويشوف الحاله اللي عنده والطبيب هو اللي يعطي له لي كونسيي اللي يلزم كنصيحه ذهبيه دكتوره منهان تبقى الوقايه خير من العلاج من العلاج من اجل صحه الاسنان من اجل صحه الاسنان والجسم وبالنسبه للامهات ايضا نراعوا فوالا فوالا سورتو الامهات يزم اللي قد طفل غير كيخرجوا له لي دون تاعو ميم طفل صغير رضيع يخرجوا له لي دون تاعو الام تستكلف بتنظيف الاسنان تاعو افيك ان كومبريس تحطها نعم. في يدها شويه ما وتنظف ومن بعد ديك يقدر عامين ثلاث سنوات نعم. يقدر يتكل على روحه يزم الام تاعو ترافقه في هذا التنظيف يعني عندهم دور مهم باش الطفل يتعود على تنظيف الاسنان ويبقى عنده هاد لا بون مانيير فوالا اشكرك جزيلا دكتوره زهرة منهان طبيبه اسنان على كرم الحضور وعلى هذه الارشادات القيمه شكرا لك الى فاصل مشاهدينا الاكارم تفضلوا بالبقاء معنا بعده شكرا يعطيك الصحه شكرا لك
هذه الإنجازات تعرض عليكم يوميا من خلال هذه الأعمال على شاشة القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري الذي يواكب أفراح الجزائر. التلفزيون الجزائري، صورة الجزائر. أهلا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل إلى برنامج هذا الصباح الذي نتواصل فيه دائما بمتناول العديد من المواضيع المهمة. الآن نتحدث عن أبرز معالم السياسة الضريبية في الجزائر التي تتوافق مع النموذج التنموي المنشود بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية. استفاضة كثيرا في هذا الموضوع، أسعد كثيرا باستقبال السيدة أمل عبد اللطيف المديرة العامة للضرائب. سيدة أمل عبد اللطيف، صباح الخير، أشكرك جزيلا على قبول الدعوة. صباح الخير، شكرا لكم على الدعوة. أهلا بك سيدة عبد اللطيف. إذا ما الذي تحمله معالم السياسة الجبائية في الجديدة خصوصا في قانون المالية 2023 من تدابير تعكس الأهداف التي تتوافق مع هذا النموذج التنموي المنشود بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية؟ كما تعلمون فإن الجباية هي عبارة عن إحدى الدعائم الأساسية للإنعاش الاقتصادي وتوجيه الاستثمار. نعم. كذا من خلال الجباية نستطيع تعزيز القدرة الشرائية. نعم. وهي إحدى توجيهات السيد رئيس الجمهورية. لذا فالتدابير المدرجة من خلال مختلف القوانين، قوانين المالية للسنوات الأخيرة 2021 2022 وكذا 2023، هي عبارة عن تدابير تشجع خاصة الاستثمار والإنتاج الوطني مع تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. فمثلا في قانون المالية 2023 ليست هناك أي ضريبة إضافة، أي زيادة ضريبية. نعم. وهذا حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. طيب سيدة أمال عبد اللطيف، عصر جبائي جديد تدخله الجزائر من خلال التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية 2023، عنوانه الأبرز هو تبسيط الإجراءات الضريبية. فيعني ضعينا في صورة مختلف هذه الإجراءات التي وضعت يعني حتى تجعل من الجزائر بيئة استثمارية مغرية بالنسبة للمستثمرين المحليين وحتى الأجانب. حقيقة هناك عدة تدابير أدرجت كما تفضلت قوله. نعم. يعني من 2021 وكذا 2023. نعم. حيث أن 2023 التدابير المدرجة في قانون المالية ل 2023 هي أدرجت في إطار مواصلة وتكملة. نعم. مخرجات وتوصيات الجلسات الإصلاح الجبائي. نعم. وكذا عملا بتعليمات الرئيس الجمهورية، السيد رئيس الجمهورية. فمثلا فيما يخص التحفيزات الجبائية. نعم. والتبسيط مختلف الإجراءات التي تسهل الاستثمار، لدينا بعض التدابير الخاصة مثلا بتشجيع تطوير تشجيع البحث والتطوير. صحيح. في المؤسسات، وهذا بإعادة النظر في عتبة خصم مختلف الأعباء. نعم. وكذلك هناك تدابير أخرى لإعادة النظر في تبسيط إجراءات مثلا إلزامية إعادة استثمار المزايا التي منحت لمختلف المؤسسات في إطار مثلا أجهزة الدعم كال يعني في الماضي أندي وحاليا أبي. نعم. مثلا صاحب المؤسسة لديه الفرصة في إعادة استثمار 30% من التحفيزات. نعم. وهذا ليس فقط لاقتناء معدات، يعني هناك تنويع في مختلف الاستثمارات كشراء سندات أو المساهمة في مؤسسات ناشئة أو حتى المشاركة في حصص وأسهم مختلف الشركات. هناك أيضا تدابير أخرى لتحفيز الاستثمار مثلا فيما يخص مجال تربية، فيما يخص الصيد البحري وتربية. صحيح. المائية. نعم. بما أن هناك إعفاء للضريبة على الشركات.
كذلك هناك أيضا إعفاءات، إعفاء لمدة 5 سنوات نعم. في مجال الصيرفة الإسلامية الأرباح المحققة نعم. من حسابات الاستثمار ودائع حسابات الاستثمار نعم. هناك أيضا تسهيل إجراءات مثلا الإخضاع الضريبي للضريبة الجزافية الوحيدة فيما يخص المواد المدعمة نعم. بما أن في مع قانون المالية ل 2023 الإخضاع الضريبي للضريبة الجزافية الوحيدة نعم. أصبحت على هامش الربح وليس على رقم الأعمال نعم. يعني بما أن هذه المواد أسعارها مثقفة فلا يمكن إخضاع ضريبة على رقم الأعمال إذ يكون الإخضاع على فقط هامش الربح وهذا يعني يشجع بشكل يشجع. مغري على الاستثمار طبعاً. نعم. هناك أيضا تدابير أخرى مثل في إطار المقاول الذاتي نعم. يعني هناك نظام ضريبي خاص 5% على رقم الأعمال للمقاول الذاتي مع إجراءات مبسطة نعم. من حيث التصريح أيضا ودفع ضريبة حتى في هذه النقطة بالذات سيدة أمل عبد اللطيف يعني تشجيعا للمؤسسات الناشئة هناك أيضا تحفيزات ضريبية يعني مدرجة لهم نعم فيما يخص المؤسسات الناشئة هناك عدة تدابير أدرجت منذ 2021 نعم. مثلا معدات مثلا نعم. من حيث الرسم على القيمة المضافة في مرحلة الاستغلال إعفاءات في ضريبة على أرباح شركات أو نعم. ضريبة على الدخل الإجمالي وكذا الرسم على النشاط المهني نعم سيدة أمل عبد اللطيف يعني هذه الإصلاحات الجبائية نذكر أنها دائما تراعي عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن التخفيف من العبء الضريبي على الأسر والمؤسسات ودون الإخلال بالتوازنات الكبرى للدولة طيب تحدثنا عن تشجيع الاستثمار من خلال يعني تحفيزات للعديد من الشركات أيضا المقاول الذاتي المؤسسات الناشئة هناك أيضا تسهيلات تقدمونها بالنسبة للمؤسسات التي تعاني من أزمات مالية نعم حقيقة هناك عدة إجراءات لمرافقة هذه المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية لتسديد ديونها الجبائية عدة إجراءات مثلا الدفع بالتقسيط نعم. وهنا أيضا المشرع الجزائري أعاد النظر في مدة الدفع بالتقسيط بما أنها كانت هناك مراجعة من 36 شهر إلى 60 شهر مع إلزامية دفع مبلغ 10% كالدفعة الأولى ثم على حسب قدرات تساهمية للمؤسسة يمكن يعني أن يكون هناك أن تكون هناك رزناء الدفع مع قابض الضرائب وتكون مدتها حسب القدرات التساهمية حتى 60 شهر هناك أيضا تدابير أخرى لمثلا المؤسسات التي تعاني حقيقة من صعوبات مالية وحتى في ممارسة نشاطها الاقتصادي لذا يمكن لها تقديم طلب لمدير الضرائب وهو عبارة عن طعن وهو عبارة عن طلب ولائي يعني يطلب الولاء للإدارة من أجل تخفيف الضريبة أو تخفيف الغرامات الضريبية نظرا للحالة المالية الصعبة التي تعاني منها الشركة سيدة أمل عبد اللطيف أيضا تراعون أو تعملون على تقليص آجال معالجة ملفات المنازعات الجبائية وتجسيد مبدأ عدم تمركز القرارات أيضا للتقليص من أجل معالجة الشكاوى النزاعية في قانون المالية ل 2023 هناك تدبير لإعادة النظر في صلاحية كل من رؤساء المراكز ومدراء الولائيين وكذا الشكاوى التي لها صلاحية البث تعود إلى الإدارة المركزية
فتم إعادة النظر في عتبات الاختصاص لتكريس مبدأ لا تمركز للقرارات، وهذا للسماح بمعالجة هذه الشكاوى في آجال قصيرة جدا. طيب ماذا بشأن أيضا المزايا الممنوحة أو النظام الجبائي الخاص بالفلاحين؟ حقيقة فيما يخص النشاط الفلاحي هناك ضريبة وحيدة تدفع، يعني ليست هناك لا رسم على القيمة المضافة ولا رسم على النشاط المهني، هناك فقط ضريبة على الدخل إذا كان هناك دخل محقق. يعني والأساس الخاضع لهذه الضريبة ليست المصالح الجبائية هي التي تؤسسه. مع قانون المالية ل 2022 تم إدراج تدبير لتأسيس لجنة مختصة في المجال الفلاحي ومتكونة أساسا بأشخاص من القطاع الفلاحي للأخذ بعين الاعتبار مختلف المعايير الإقليمية وأيضا المناخية في حالة الجفاف، يعني أخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل ولاية أو كل بلدية أو حتى كل بلدية لتحديد المعايير التي تستعمل من أجل احتساب الدخل الخاضع إذا كان هناك طبعا دخل، بغض النظر إلى مختلف المزايا التي منحت للقطاع بما أن هناك بعض المزايا كالإعفاءات أو التخفيضات الضريبية، مثلا الحبوب معفاة من الضريبة، التمور معفاة، أيضا هناك تخفيض بـ 60% فيما يخص نشاط التربية، أيضا تربية الدواجن مثلا، هناك مثلا المستثمرات التي لا تتعدى 6 هكتارات في الهضاب العليا وفي الصحراء معفية من الضريبة. يعني هناك عدة مزايا لصالح هذا القطاع، القطاع المنتج على غرار مختلف النشاطات الاقتصادية الأخرى. مثلا إذا أخذنا بعين الاعتبار النشاطات الموجهة للتصدير، نشاطات التصدير يعني هناك عدة مزايا بما أن الجباية توجه الاستثمار، وحاليا التوجيه هو تشجيع التصدير، التصادر. هناك عمليات الصادرات معفية من الضريبة على أرباح الشركات إذا كانت هناك، إذا كان يخص الأمر الشركات، أو الضريبة على الدخل الإجمالي فيما يخص طبعا الأشخاص الطبيعية، وكذا إعفاء من الرسم على النشاط المهني، الرسم على القيمة المضافة أيضا. وأخيرا هناك تبسيط للإجراءات لمنح الاعتماد فيما يخص الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لمختلف المشتريات. جيد. سيدة عبد اللطيف، هل يعني كل ما سبق من هذه الإجراءات التحفيزية المغرية حقيقة ستحقق العدالة الضريبية المرجوة بما يتوافق مع يعني الطموحات الاقتصادية للجزائر وحتى تتوافق مع قانون الاستثمار الجديد؟ حقيقة كل التدابير التي تم إدراجها أدرجت لتحقيق العدالة الضريبية ولتكريس مبدأ الإنصاف الجبائي، وهذا من خلال توسعة الوعاء وإخضاع كل المكلفين بالضريبة حسب قدراتهم التساهمية. جيد. سيدة عبد اللطيف، لابد يعني حتى أي قطاع نتناوله في برنامجنا لابد أن نمر بمسار الرقمنة في هذا القطاع والنظام المعلوماتي الذي خطوتم فيه خطوات مهمة، يعني نظام معلوماتي متكامل بتسيير آلي لكل المنظومة الجبائية. ضعينا في صورة هذه التغييرات المهمة. حقيقة المصالح الجبائية ترتكز أساسا على هذا المشروع، مشروع الرقمنة، وهذا لإضفاء أكثر شفافية في مختلف الإجراءات الجبائية،
وحاليا هناك نظام المعلومات جبايتك الذي هو نظام متكامل، وهو معتمد من طرف بعض المصالح، خاصة مثلا مديرية كبريات المؤسسات، بما أن هناك إلزامية التصريح والدفع عن بعد، وهو اقتطاع مباشر من الحساب البنكي للشركات. وسوف يعمم هذا النظام تدريجيا على مختلف المصالح الجبائية الأخرى حسب وتيرة استلام البنية التحتية، وكذا حسب وتيرة نشر الألياف البصرية. إلى أنه حاليا قمنا بنشر على مختلف مستوى مختلف الولايات التي لم ينشر فيها جبايتك. هناك بوابة مساهمتك تسمح لكل المكلفين بالضريبة بالقيام بتصريحاتهم عن بعد، ودفع ضريبتهم عن طريق البطاقة البنكية. طيب، ما هي مختلف الخدمات الخاصة يعني التي نجدها في هذه البوابة؟ تحدثت عن التصريح عن بعد، الدفع عن بعد، يعني مثلا كل مكلف بالضريبة لديه إمكانية تصريح شهريا مثلا ضرائبه، وكذا المكلفين الخاضعين لضريبة الجزافية الوحيدة أيضا بإمكانهم تصريح مختلف الضرائب والرسوم في كل أيام الأسبوع، يعني في كل وقت، مع القيام بالدفع عن طريق البطاقة البنكية. وهناك فرق بين التصريح، يعني إذا لم يكن لديه إمكانية القيام بالتصريح يقوم بذلك المحاسب، ثم المكلف بالضريبة أو المسير أو الشخص الطبيعي يستطيع استعمال بطاقته البنكية للقيام بالدفع عن بعد لمختلف مستحقاته الجبائية. هناك مثلا أيضا حماية للمتعاملين الاقتصاديين كخدمة مجانية تقدمونها أيضا خلال النظام المعلوماتي؟ حقيقة هناك عدة خدمات مجانية تقدم. الخدمة الأولى المجانية التي تقدم مثلا وإمكانية التطلع على مختلف المعلومات في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، وهي معلومات يستفيد منها المكلف بالضريبة مجانيا، كمثلا التطلع على مرجع الأسعار، بما أننا قمنا بنشره لإضفاء أكثر من شفافية، مرجع أسعار بيع العقارات، وكذلك تطلع على قاعدة البيانات لرقم الجبائي لمختلف المؤسسات. يعني إذا كان هناك متعامل اقتصادي أراد أن لديه حقيقة إجبارية التطلع، بما أنه مسؤول عن كشف الزبائن، لذا قبل أن يتم إرسال كشف الزبائن إلى المديرية العامة للضرائب لديه إمكانية التطلع على رقم الأعمال رقم التعريف الجبائي لزبائنه للتحقق من صحة المعطيات التي أدرجت في هذا في مختلف الفواتير. جيد. سيدة أمل عبد اللطيف، هل هذه التسهيلات كلها سمحت أو ستسمح بزيادة التحصيل الجبائي، وما أهمية توسعة الوعاء الجبائي في ذلك؟ كل التدابير التي أدرجت حقيقة لتسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار ومختلف النشاطات الاقتصادية، وهذا بغرض تعبئة توسيع الوعاء الجبائي وتعبئة مختلف الموارد الجبائية التي سوف تسمح بتغطية مختلف المصاريف والعامة. طيب، هناك أيضا في التدابير الجديدة اللجوء إلى استعمال الصكوك بدل الاستعمال النقدي يعني الأموال، يعني ما أهمية ذلك سيدة عبد اللطيف؟ أهمية ذلك هو أنه سوف نقلص من استعمال المبادلات في السوق الموازية. يعني على سبيل المثال هناك تدبير أدرج في قانون المالية لـ 2023 الذي يسمح لمختلف المتعاملين الاقتصاديين بخصم أعبائهم التي يعني حققت نقدا
شريطة أن تكون هذا التسديد النقدي يكون بنقدا عن طريق الدفع في حساب بنكي. نعم. وهذا الاستقطاب المتواجدة في السوق. السوق الموازية. نعم. نعم. وسوف يكون هذا تدريجيا لاستقطاب مختلف الأموال وإضفاء أكثر شفافية في التعاملات الاقتصادية. جيد. طيب يعني إلى أي مدى القطاع دائما بحاجة مستمرة إلى حملات تحسيسية لاستعادة الثقة لدى المواطنين وأيضا المتعاملين الاقتصاديين، حتى نؤكد دائما على ونشرح قيمة الضرائب ودورها في القطاع الاقتصادي؟ يعني ما نلاحظه حاليا هو نعم. تخوف بعض المتعاملين والمكلفين بالضريبة والمواطنين من هذه الضريبة. نعم. إلا أنه من الضروري أن تكون هناك حملات تحسيسية. نعم. لتحسيسهم فيما يخص فائدة هذه الضريبة. نعم. لماذا الضريبة؟ نعم. لماذا ندفع الضرائب؟ هناك إيرادات للدولة طبعا. نعم. ولكن هذه الإيرادات جاءت لتغطية مختلف النفقات الضرورية. نعم. والتي تعود لصالح المواطنين. حقيقة هناك عدة مواطنين ومكلفين بالضريبة ليسوا على دراية تامة. نعم. بمختلف الإجراءات المبسطة وبمختلف المزايا التي يمكن أن يستفيدوا منها. خاصة عن طريق التعريف الجبائي. نعم. مثلا فيما يخص الأشخاص المتعاملين في السوق الموازية ليست لديهم أي تغطية اجتماعية. نعم. ليست هناك أي حماية كانت. ليس هناك أي تأمين مثلا لمختلف التعاملات. وإذا درسنا حقيقة النظام الجبائي. نعم. ومختلف المعدلات المؤسسة سنلاحظ أن العبء الجبائي السنوات الأخيرة هذه مع مختلف التدابير التي أدرجت منذ 2021. نعم. هناك نقص في العبء الجبائي المطبق على مختلف الفئات المكلفة بالضريبة. حتى هناك توازن في هذه الضريبة. نعم. الضرائب حتى الكثير من الضرائب يقتل الضرائب نفسها كما نقول. طبعا يقال. بالطبع لذا تم إعادة النظر في مختلف هذه التدابير كمثلا قابلية خصم بعض الأعباء لاحتساب النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة مثلا للمؤسسات. نعم. سيدة أمل عبد اللطيف، ليتحدث عن ربما إعادة هيكلة القطاع من خلال المصالح الجديدة للمديرية العامة للضرائب، يعني ما الذي استجد لديكم في هذا الشأن؟ هناك برنامج لإعادة هيكلة منذ سنوات يعني وهو يعني حسب وتيرة استلام هذه البنية التحتية. نعم. وتم دمج المفتشيات والقبضات في مراكز حسب طبيعة وفئة المكلفين بالضريبة. فمثلا مديرية كبريات المؤسسات مكلفة بتسيير ملفات المؤسسات الكبرى. نعم. المراكز الضرائب مختصة في تسيير ملفات المؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي. وكذا المهن الحرة الخاضعة للنظام الحقيقي المبسط. نعم. أما المراكز الجوارية للضرائب فهي تختص في تسيير كل ما يعني كل فئات صغيرة كتلك الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة. نعم. وكذا الضريبة على الدخل الإجمالي في مقر السكن. يعني بما أن كل خاضع للضريبة لديه إلزامية اكتتاب تصريح على كل مداخله المحققة خلال السنة مع مختلف الضرائب والرسوم الأخرى كرسم الإقامة. نعم. مثلا ومختلف الرسوم والضرائب التي ليست من صلاحيات كبريات المؤسسات وليست من صلاحيات المراكز الضرائب. سيدة أمال عبد اللطيف، كل هذه دعينا نعود يعني في بشكل ملخص يعني لكل هذه التدابير والمزايا الجبائية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار حسب قانون المالية 2023، وبالنسبة لك يعني
ما هو أثر كل هذه التسهيلات على تشجيع الاستثمار وأيضا روح المبادرة لدى الشباب المقبل على الاستثمار اليوم؟ إذا قمنا بتحليل مختلف التدابير التي أدرجت فسنلاحظ أن كل هذه التدابير رامية إلى تحفيز الاستثمار وخلق مناخ مناسب للاستثمار، وهذا بفضل مختلف التسهيلات في الإجراءات وكذا التحفيزات من حيث الإعفاءات أو التخفيضات. نأخذ على سبيل المثال فيما يخص قطاع الإنتاج في قانون المالية ل 2022 هناك تدبير لخفض نسبة ضريبة على أرباح الشركات إلى 10% في حالة إعادة الاستثمار لاقتناء مواد لاقتناء معدات الإنتاج مثلا. أتمنى لك كل التوفيق في هذا القطاع سيدة أمال عبد اللطيف المديرة العامة للضرائب، شكرا لك على كرم الحضور وعلى كل هذه الاستفاضة القيمة. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا الأفاضل نعود ونلتقي بعد موجز بأهم الأنباء من غرفة الأخبار. التاسعة تماما بتوقيت الجزائر، موجز إخباري، أهلا بكم. المستهل بالحدث الدولي الذي تحتضنه الجزائر اليوم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث سيلتئم شمل الأمة الإسلامية بانعقاد الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. أكثر من 35 برلمانا عربيا إسلامي يجتمع اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية لمناقشة التحديات والرهانات. وستسبق هذا المؤتمر أشغال الدورة 24 للجنة العامة التي ستنطلق بعد قليل بالمركز الدولي للمؤتمرات. ومن حيث سيلتئم شمل الأمة الإسلامية بالمركز الدولي للمؤتمرات يلتحق بنا أحمد خردين. أحمد، ماذا عن أهم محاور هذا الحدث؟ بالفعل سيكون الحدث اليوم مع انطلاق أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد الدول مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ظل تحديات وتهديدات تواجه العالم الإسلامي. الدورة 17 التي تحمل شعار العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية تعرف مشاركة كمية ونوعية، حيث يحضر حوالي 35 برلمانا من بينهم 22 رئيس برلمان، وهو ما يعكس المكانة التي تحظى بها الجزائر سواء على الصعيد الدولي أو العربي وحتى الإسلامي. هذا المؤتمر الذي سينطلق بعد ظهيرة اليوم سيعرف بعد قليل انطلاق ومواصلة الأشغال تحضيرا للانطلاق الرسمي. ينتظر من هذا المؤتمر أن يخرج بعدة قرارات وتوصيات تجعل من العالم الإسلامي يدافع عن حقوقه. وأيضا نشير فقط إلى أن هذا المؤتمر الإسلامي التئام الأمة الإسلامية اليوم في الجزائر يدعم مخرجات صح تعبير القمة العربية حول توحيد الرؤى ولم الشمل العربي. القضية الفلسطينية القضية المركزية للعالم الإسلامي اليوم ستكون محل نقاش وتتصدر النقاشات باعتبارها القضية الأم، وتلفزيون الجزائري سيواكب هذا الحدث بكل تفاصيله. في انتظار انطلاق الأشغال سنوافيكم بكل تفاصيل هذا الحدث الدولي الذي يحتضنه قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال. شكرا لك أحمد خردين على هذه التفاصيل، كنت معنا على المباشر من المركز الدولي للمؤتمرات. ننتظر منك إذن تفاصيل أكثر وأوفى في نشرتنا اللاحقة ومتابعة مستمرة للحدث. هذا واستقبل مساء أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين مصطفى شنطوب رئيس المجلس الوطني الكبير لجمهورية تركيا والوفد المرافق له.
كما استقبل مساء أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين معالي محمد باغير غاليباف رئيس المجلس الشوري الإسلامي للجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له. خلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة صرح المدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي بخصوص عملية صب منحة البطالة أن بعض مراكز البريد ببعض الولايات شهدت أمس توقفا عن العمل، وسبب هو الترويج والتحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه ستكون هناك متابعة قضائية ضد المحرضين. توقف العمل غير شرعي لأنه إضراب بيكون فيه ضوابط، هذه حاجة الأولى، يعني كاين يعني متابعات قضائية ستتم يعني في حق الناس اللي حاولت يعني تغتنم يعني أي نقطة ولا حاجة باش تعكر الصفو ويعني العملية عملية صب منحة البطالة. يعني اختيار اللي كان اختيار الوقت والتوقيت لم يكن بريد. وضمن عصرنة السكك الحديدية وفتح خطوط جديدة يدخل المشروع الرابط بين فرندة وسعيدة حيز الخدمة اليوم، خط من شأنه فتح آفاق تنموية واقتصادية واعدة بالمنطقة. هذا وسيشرف اليوم وزير النقل كمال بلجود على وضع هذا الخط حيز الخدمة، وكذا تدشين محطتين للنقل بالسكك الحديدية بعين كرمس وفرندة، فضلا عن معاينة منشآت أخرى تابعة لقطاعه. دوريا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، كما أصيب فلسطينيان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المفتاح على المدخل الشرقي للمخيم واندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين الفلسطينيين. في الحدث الرياضي وضمن النسخة السابعة لدورة الشان تأهل منتخب نيجر للاعبين المحليين للدور نصف النهائي عقب فوزه على نظيره الغاني بنتيجة هدفين دون رد أمس بملعب ميلود هتفي بوهران. وبهذه النتيجة سيواجه منتخب نيجر نظيره الجزائري في الدور نصف النهائي المقرر يوم الثلاثاء على الساعة 5 بملعب ميلود هتفي بوهران، فيما فاز منتخب مدغشقر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد على نظيره الموزمبيقي بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، يواجه في الدور النصف النهائي منتخب السنغال. ونذكر مشاهدينا الكرام أنه بإمكانهم متابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين على القناة الأولى للتلفزيون الجزائري. ختام الموجز، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.
أهلا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل للساعة الثانية من برنامج هذا الصباح، نستهلها بالحديث عن القطاع الصناعي وتعزيز مواصفات الجودة وتنافسية المنتوج الوطني حتى نواكب الصناعات العالمية، وهو رهان السلطات العليا في البلاد التي وفرت بيئة قانونية محفزة للاستثمار وواعدة له. استفاضة لهذا في هذا الموضوع أسعد كثيرا باستقبال الأستاذ عبد العزيز جند المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة. سيد جند صباح الخير. صباح الخير سيدتي، وصباح الخير لمشاهدي التلفزة الوطنية. شكرا لك على قبول الدعوة. أهلا بك سيد جند. بداية في سؤال تمهيدي، نتحدث مثلا عن كيفية تقييم أداء أو إيقاع هذا القطاع الصناعي اليوم بعد أن أصبح في صلب اهتمامات الدولة ككل وتعول عليه وتعمل على تقويم مساره، ما الذي تحقق خلال السنة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على السؤال، يعني تسمحي لي يعني وتمكنيني وتعطيني فرصه انه بالفعل نقيم مردود او مدى يعني ما قام به القطاع الصناعي يعني في منذ ربما نتكلم على السنتين الاخيرتين هذه. نعم. يعني نقدر نقول باللي انه تقييم إيجابي للقطاع. لماذا تقييم إيجابي؟ لأنه إلى تذكرتوا في نهاية سنة 2021 قمنا بتنظيم ندوة الإنعاش الصناعي، واللي ضمت يعني كامل الفاعلين في القطاع الصناعي، كامل الجهات المعنية بتطوير القطاع الصناعي، ومكنتنا هذه الندوة من القيام بوضع خارطة الطريق، ويعني دأبنا على تنفيذ هذه الخارطة الطريق اللي كانت يعني ضبطت بعد المشاورات يعني من خلال ورشات العمل التي أقيمت خلال هذه الندوة، ووضعنا فيها يعني كافة آمال القطاع الصناعي وماذا يعول عليه. وإلى تذكروا أيضا عند افتتاح الندوة قام السيد رئيس الجمهورية يعني بتحديد أولويات الصناعة وبتحديد أيضا الهدف الأسمى اللي يعني أداء الصناعة، وهو المساهمة ب 15% صحيح من الناتج المحلي الخام. المحلي الخام، وبالتالي يعني أصبح الهدف واضح لنا والخارطة الطريق التي رسمت قمنا بتنفيذها. اول يعني انجاز قمنا به ويعني نعتز به، وهنا يعني اسدي تحيه للزملاء الذين يعني انكبوا على هذا يعني الفعل، وهو اصدار القانون 22/18 المؤرخ في 24 جويليا 2022. نعم. اللي هو قانون الاستثمار. نعم. هذا القانون وضع يعني تفكير جديد، وضع يعني اهداف كثيره، ووضع يعني عدة تحفيزات يعني للمستثمر سواء كان أجنبي أو محلي نعم، للمضي قدما بهذا القطاع. يعني الآن يعني وأيضا من بين ما تم القيام به هو إصدار في نفس الوقت للنصوص التطبيقية، يعني صحيح انه اصدرنا قانون فيه يعني محاور جديدة ومحاور يعني تحفيزية وتشجيعية للاستثمار. نعم. وما خليناش يعني كما يعني كانت العادة أنه نترك للوقت استصدار نصوص تنظيمية. أصدرنا نصوص تنظيمية، يعني الآن منظومة الاستثمار من وجهة نظر الصناعة يعني ومن وجهة نظر يعني التنظيم والتشريع فهي تامة. نعم. الآن سوف نقوم يعني مع يعني المعنيين بالأمر أيضا بوضع المؤسسات اللي سوف تعني بترقية هذا الاستثمار. نعم. وتشجيعه. أنا شفت مثلا أنه الآن عندنا
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لمرافقة هؤلاء المتعددين بوجه جديد. نعم. وبأيضا وبأولويات جديدة وبمعنويات إن شاء الله مرتفعة وجديدة. نعم. وأيضا سوف يتم يعني السهر أيضا بسرعة على الوضع المؤسسات الأخرى اللي تعني بالعقار الاقتصادي. نعم. بصفة عامة. سوف تكون هناك يعني الأولوية للمنصات الرقمية لأنه صحيح. المستثمر إن شاء الله يسجل الاستثمار تاعه في منصة رقمية، يسجل يعني طلبه على العقار في منصة رقمية، ويسمح هذا يعني بالقيام يعني بدراسة الطلبات ودراسة الملفات يعني بكل شفافية. نعم. وبكل موضوعية وبكل يعني أريحية أو ربح خاصة للوقت للجميع، لأنه الشيء اللي نحتاجه الآن يعني بصفة يعني هو التسريع العملي. التسريع العملي أنه نحن نحتاج أن نربح وقت لكي نضع هذه الاستثمارات حيز تنفيذ يعني بمدة قصيرة من طلبها. ما تم تحقيقه أيضا هو أيضا القيام بتفعيل أو بعث المشاريع التي كانت معطلة تقريبا. نعم. آلاف المشروعات الاستثمارية كانت معطلة. نعم. لنذكر يعني الرقم 900 مشروع يعني تم إطلاقها. قمنا أيضا وهذا يعني شيء يعني أيضا أساسي وواجب أن نقوم به حتى أيضا تكون آليات وضع حيز تنفيذ الاستثمار يعني لها جاهزية وفعالية، أنه كانت هناك لجنة لجرد العقار الذي. نعم. لم يستعمل أو الذي. صحيح. لم يتم يعني منحه لكي يستقبل يكون وقاع عقاري لمشاريع استثمارية. فهذه ظهر لي أولى العمليات اللي قمنا بها. نعم. في قطاع الصناعة حتى يعني دعنا نقول حتى نمسح يعني المشاكل التي كانت هناك في الماضي ونسجل انطلاقة جديدة على أسس جديدة وعلى أسس يعني شفافة وموضوعية ولصالح يعني هذا الوطن العزيز. في ظل أيضا من ما تم القيام به هو إعادة أيضا تفعيل يعني حوكمة أو تحسين حوكمة القطاع العمومي التجاري. نعم. اللي هناك مؤسسات كثيرة العمومية كانت متوقفة. نعم. تم السهر على إعادة بعث نشاطها يعني بصفة عامة نقدر نقول هناك حركية في الاتجاه الصحيح، حركية في إيجابية الاتجاه الصحيح جداً. ويعني حركية إيجابية. نحن ننتظر يعني تقييم الزملاء في القائمين على الإحصائيات يعني أنه ينصف الصناعة في 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 هذه السنة إن شاء الله، ونكون عند حسن ظن يعني الجزائر بصفة عامة. جيد. أستاذ جند، كما تفضلت يعني هناك تحفيز للبيئة الاستثمارية المرافقة للقطاع الصناعي بما يسهم في تحقيق الإقلاع المنشود في هذا القطاع بالذات من خلال كل المزايا والتحفيزات التي وردت في قانون الاستثمار، كما تفضلت شفافية مطلقة، ضمان المساواة والتحفيزات على حد سواء لجميع أصحاب المشاريع، بالنسبة أيضا للآجال القانونية الخاصة بتسجيل مشاريع الاستثمار ستصبح أيضا قصيرة المدى. يعني نتحدث عن البنية التحتية للجودة وترقية الجودة والمواصفات السنة القادمة، هذه السنة الجديدة التي باشرناها في اليوم في شهرها الأول، أيضا رهان على الجودة بالنسبة لقطاعكم. بالفعل يعني فهذا الجزء يعني من نشاطات وزارة الصناعة جزء مهم جدا وحساس، ويعني يساهم أيضا في نجاح باقي نشاطات القطاع. السنة الماضية كانت سنة الاقتصاد. نعم. سنة يعني الإقلاع البعث النشاط الصناعي. هذا العام إن شاء الله سنركز وقد يعني أعلنت سنة 2023 سنة الجودة. نعم. لماذا سنة الجودة؟ لأنه
يجب علينا يعني كقطاع وكدولة أن نهيئ، وضعنا في شروط يعني لانطلاق مشروع أو لتأسيس شركة أو لتأسيس نشاط معين من خلال قانون الاستثمار. يبقى أنه لكي تنجح هذه الاستثمارات يجب من اليوم الأول أن تكون يعني في الاتجاه الصحيح، وأن تكون يعني لديها الإمكانيات الاعتماد على ما يسمح لها بالحصول يعني أو تحقيق تنافسية في نشاطها، تنافسية في منتجاتها وخدماتها. وبالتالي يعني السبيل الوحيد هو أن تكون ثقافة الجودة مرساة في عقلية وفي أذهان ذهنيات في ذهنيات يعني المسؤولين والقائمين وموظفي المؤسسات، وأيضا في ذهنيات يعني السلطات العمومية يعني بصفة عامة. لهذا سيتم التركيز هذا العام، يعني الجودة كانت دائما محل يعني اهتمام، ولكن سوف نخصها هذا العام بقسط أكبر حتى يعني نتمكن من تحقيق ربما ما لم يتم تحقيقه سابقا، ووضع يعني المؤسسة والصناعة الجزائرية على قدم المساواة يعني مع مثيلاتها في الخارج، وبالتالي تسمح يعني بالحفاظ على السوق الوطنية لصالح المنتوج الوطني والمؤسسة الوطنية، وتسمح أيضا للمنتوج الوطني بأن يسافر أبعد ما يمكن أن يسافر. هذا لا يتأتى إلا بالفعل باعتماد نظام الجودة. ومن بين يعني الأولويات اللي قمنا بها في قطاع الصناعة أنه أولا يجب استكمال يعني الإطار التشريعي والقانوني. الحمد لله من هذا الباب يعني الإطار التشريعي فهو يعني نقدر نقول كامل، لأنه عندنا قانونين أساسيين يسيران البنية التحتية للجودة. القانون 04/04 المؤرخ في 23 جوان 2004 المعدل والمتمم اللي يحدد يعني أو يتكفل بالتقييس، والقانون 17/09 الخاص بالقياسة. هذين القانونين يخليونا يعني يمكنونا من تنظيم أو تأطير البنية التحتية للجودة اللي تتمثل في نشاط القياسة الميترولوجي، نشاط التقييس والنورماليزاسيون، ونشاط الاعتماد اللي هو الأكريديتاسيون، ونشاط رابع أيضا اللي هو مطابقة أو الإشهاد بالمطابقة على سيرتيفيكاسيون، اللي هما الأربع أنشطة اللي يمثلوا نشاطات البنية التحتية للجودة. سوف يتم التركيز يعني على ترقية هذه النشاطات على الانتهاء من تأطيرها. قلت القوانين موجودة، النصوص التشريعية التنظيمية أيضا موجودة، ولكن هناك ما يجب تحديثه، ما يجب يعني إعادة النظر فيه ليتماشى مع ما هو معمول به دوليا. ويبقى الجزء الأكبر أو التحدي الأكبر هو وضع شبكة أكبر ما يمكن تصوره يعني من المخابر من هيئات الإشهاد على المطابقة. عذرا منك سيد جنن، سنستفيض في هذه النقطة بالذات بعد أن نربط الاتصال مشاهدينا الأفاضل مع الزميل العربي بن ستالة مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث سيجري اليوم انطلاق أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. العربي بن ستالة صباحك سعيد، ما الذي يتوفر لديك؟ أظن هناك لقاء مع الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية من مجلس النواب المصري. إليك التفاصيل العربي.
كل شكر زميلة عفاف. إذا معكم من قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحاب، وتحضيرا للدورة 17 لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي. قبل بعد قليل ستنطلق أشغال اللجنة العامة، وقبيلها سنتحدث إلى الدكتور علي جمعة رئيس الهيئة الدينية بمجلس النواب المصري. دكتور مرحبا أولا بك على شاشة التلفزيون الجزائري. هذه الدورة تأتي في ظل تحديات وتهديدات بالجملة تقابل العالم الإسلامي، جاءت في ظروف خاصة أيضا في تصعيد سابر مستمر للكيان الصهيوني بالأراضي المحتلة. إذن هي جملة ملفات مطروحة الآن على اللجنة العامة ومنها على الدورة 17. أولا وضرب الله سبحانه وتعالى الاجتماع منظمة التعاون الإسلامي كل نجاح والخروج منه بمواقف عملية وبرامج قادرة على مواجهة هذه التحديات الحاضرة. والتحديات ليست غريبة على الأمة الإسلامية ولا الأمة العربية، نحن في تحديات طوال تاريخنا، والحمد لله نستفيد من كل تحدي، ونجحنا نجاح باهر. فهذه أرض المليون ونصف شهيد. المليون ونصف شهيد لم يكن عبثا، وإنما كان من أجل تغيير واقع مرير من الواقع الاستعماري إلى واقع الاستقلال والبناء. كذلك نحن الآن في تحدي سافر كما ذكرت من الكيان الصهيوني. أول أمس استشهد 9 بدم بارد في جنين، وهناك من يعتدي على المصحف في بلاد الغرب وهكذا. ولكن على كل حال نحن سائرون إلى تعمير الأرض، وسائرون إلى تصحيح صورة الإسلام في العالمين، وسائرون إلى عنوان المنظمة التعاون الإسلامي. سنتعاون كما قال ربنا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وسنعمر كما قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وسننقل الحضارات ونعلم العالم كما كنا دائما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الدورة هذه جاءت أيضا تحت بنط عريض تحت شعار العصرنة والتنمية. نعم، التنمية لابد منها لأننا نحتاج إليها في بلادنا. نحن نحتاج إلى العمل الواعي. الوعي يحتاج إلى العلم، والوعي قبل السعي، والعمل يحتاج إلى السعي الصحيح. وتحت هذا العنوان الوعي قبل السعي والإنسان قبل البنيان، بيفيد أنه لابد من الوعي ومن السعي معا، ولكن الوعي يسبق. ولا بد من الإنسان والبنيان معا، ولكن الإنسان هو الذي يسبق. هذه المنظومة التي نسير في التنمية الشاملة فيها، الحقيقة أنها أصبحت ضرورية بعد أن كانت واجبة، لكن الآن هي أصبحت ضرورية. والتنمية لا تعرف النهاية، لا تعرف النهاية، لأن كل يوم نريد المزيد. وقل رب زدني علما. كل الشكر لكم الأستاذ الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، وأيضا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهري الشريف. شكرا جزيلا لكم، ونترككم لأشغال اللجنة العامة التحضيرية. شكرا جزيلا لكم دكتور. مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم، وندعو الله سبحانه وتعالى مرة ثانية وثالثة أن يوفق ويكلل جهود الجزائر بكل نجاح، وجهود منظمة التعاون الإسلامي بكل نجاح. شكرا لكم. مشكور دكتور. إذن عفاف نواصل معكم تغطية هذه الأحداث حتى بدء الأشغال رسميا بعد ظهر اليوم. نذكر أننا قبيل دقائق من بداية اللجنة العامة التحضيرية لأشغال الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. عفاف.
شكرا جزيلا لك العربي بن ستالة، كنت معنا على المباشر من المركز الدولي للمؤتمرات الذي سيحتضن كما تفضلت دورة أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وشكرا أيضا لضيفك الكريم على هذه المداخلة القيمة. مشاهدينا الأفاضل متواصلون دائما معكم في برنامج هذا الصباح. نعود إلى ضيفي مجددا الأستاذ عبد العزيز جند، المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، بالحديث دائما أستاذ جند عن تعزيز مواصفات الجودة وتنافسية المنتوج الوطني حتى يواكب الصناعات العالمية. وكنت قد تفضلت على بالحديث عن وجود النصوص التنظيمية، يبقى اليوم الحديث أيضا عن أهمية شبكة المخابر. بالفعل فشبكة المخابر أو ما نسميه نحن يعني ب هيئات تقييم المطابقة عنصر يعني ركيزة من الركائز الأربع للبنية التحتية للجودة. والبنية التحتية للجودة أيضا تعتبر يعني من بين البنية التحتية بصفة عامة، يعني أي مستثمر خاصة المستثمر الأجنبي عندما ربما يعقد النية على الاستثمار في الجزائر نعم فسوف يلقي نظرة على إمكانيات البلاد يعني من صحيح. من هذا يعني هذا الجانب من هذا الجانب. وبالتالي إذا كانت هناك بنية تحتية ملائمة مشجعة مغرية فسوف يعني تسمح باستقدام هذا المستثمر، وبالتالي في يعني بنية تحتية قوية وبنية تحتية قوية للجودة. يعني ويمكن مقارنتها مع نظرائها، يعتبر حافز يعني من حوافز الاستثمار. وبالتالي نحن نعكف في وزارة الصناعة على تحديث هذا الجانب، على تعزيز يعني قدراته حتى يعني تكون النظرة الخارجية نظرة يعني اعتراف أو نظرة تشجيعية للقدوم إلى الجزائر. قلت أنه الإطار التشريعي الحمد لله يعني عندنا كامل، بقات بعض النصوص التطبيقية الخاصة لا سيما بنشاط القياسة الميترولوجي. نعم. ونحن يعني سوف نعطي لنفسنا يعني في القطاع 3 أو 4 أشهر يعني لاستصدار هذه النصوص. نعم. يبقى كما سبق وأن ذكرت أنه نعزز الجزء الرابع من البنية التحتية وهو تعزيز شبكة المخابر ويعني هيئات تقييم المطابقة سواء التفتيش أو ما إلى ذلك يعني من الهيئات، حتى تسمح يعني تسهيل العمليات تبادل الخدمات تبادل المنتوجات. يعني أنه مثلا أنت منتجة وأنا زبون، نعم، تنتجين منتج معين أريد أن يعني أقتنيه من عندك، أنت ليست لديك الوقت أن تقنعينني بأنه كل وحدة من هذا المنتوج التي ستبيعينها لي فهي يعني تطابق ما أرغب فيه، نعم، وأنا ليست لي يعني ليس للوقت وليست للخبرة الكافية للقيام بذلك، نعم، فنقوم باستدعاء يعني طرف ثالث مؤهل خبير مختص، نعم، خبير يعني ينظر إلى هذه المنتوجات ويقارن بما هو يعني يجب أن يتم بالمرجعية الخاصة بهذا المنتج، نعم، ويحكم هل المنتوج مطابق لما اتفقنا عليه لمعايير الجودة لرغباتك مستهلك أو ليس مطابق. إذا كان مطابق فنعم بالله وتتم العملية. هذه يمكن أن تكون عملية بين زبون ومنتج، ويمكن أن تكون عملية بين مؤسسة وطنية ومؤسسة أجنبية، وبين الجزائر كدولة ودول أخرى كزبائن. وبالتالي فيعني الاعتماد على هذا النوع من الهيئات فهو يسهل التجارة أو التبادلات بصفة عامة، فيمكن من ربح الوقت
وأيضا يعطي يمكن من اكتساب سمعة يعني طيبة للمنتوج الجزائري وللجزائر كصفة عامة يعني كشريك تجاري معترف به وكشريك تجاري أيضا يعني له وزنه. وبالتالي فنحن يعني لنا يعني خارطة طريق أيضا في هذه في هذا المجال. نحن نقوم يعني بتحسينها أيضا ببعض المشاورات مع الشركاء في هذا المجال، وحتى يعني نتمكن من في الأخير من وضع يعني تحت تصرف المؤسسة الجزائرية والصناعة الجزائرية بصفة عامة لبيئة يعني من الجودة تسمح لها بتحقيق أهدافها حتى نحميه من التقليد ونعزز جودته وتنافسيته مع المنتوج المستورد. سيد جند، أستسمحك قليلا لنربط أيضا الاتصال مع زميل مختار مذكور من سعيدة وتغطية تدشين سكة حديدية جديدة وكذا الخط الرابط بين سعيدة وتيرت. مختار صباحك سعيد وإليك التفاصيل بشأن هذا الحدث. صباحك سعيد عفاف لك ولمشاهدينا الكرام. على كلنا الحدث اجتماعي واقتصادي في آن واحد، يتعلق الأمر بتسليم خط السكك الحديد الرابط بين ولايتي تيارت بسعيدة على مسافة 120 كيلومتر. نذكر فقط أن هذا الخط على مسافة 120 كيلومتر يأتي امتدادا واستكمالا لخط الهضاب العليا، الخط الأكبر إلى غاية ولاية تبسة شرقا إلى غاية ولاية سيدي بالعباس غربا. على كل يحضر معنا في هذا المباشر السيد إلياس حابس مدير النقل لولاية سعيدة، بعد الترحيب بك سيدي نتحدث عن بطاقة فنية عن هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي وعن تبعاته الاقتصادية والاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالفعل هذا المشروع يعد مكسب لساكنة الولاية والذي سيدخل حيز الاستغلال غدا بإذن الله. يمتد هذا الخط على طول مسافة 120 كيلومتر بسرعة افتراضية تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة. هذا الخط من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية للولاية وكذا تسهيل حركة تنقل الساكنة بين الولايات من الولاية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، كما سيساهم في تقليل في تحسين سيولة حركة المرور بالنظر إلى استعمال المواطنين إلى هذه الوسيلة. كما نذكر كذلك السيد خالد حابس باعتبارك مدير الولائي للنقل أن المشروع هذا أوكل عملية إنجازه للوكالة الوطنية لتسيير مشاريع والاستثمارات للسكك الحديد التي عكفت على إتمامه وفق أحدث المقاييس، وهو المزود بمحطات مثل ما ذكر مدير الولائي للنقل سواء على مستوى ولاية تيارت بعين الكرمس بمحطتين على مستوى عين الكرمس وفرندا، بالإضافة إلى المحطة التي هي في خلفية الصورة محطة سعيدة التي تستقبل المسافرين من إلى ولاية تيارت بالإضافة إلى ولاية أخرى. على كلنا الخط لتذكير عفاف أنه مزدوج يعني النقل الخاص بالمسافرين بالإضافة إلى حركة البضائع، مما يضفي حركية اقتصادية من شرق ولاية تبسة إلى جنوب ولاية سيدي بالعباس، وهو ما يعطيه البعد الحيوي والاستراتيجي لمشاريع السكك الحديد التي ستعطي دفعة كبرى لاقتصادنا الوطني. على كل بعد قليل من الآن اليوم سيكون حاضر لتدشينه وتسليمه وزير النقل سيد كمال جودي، وسنوفيكم بتفاصيل أوفى في مختلف نشراتنا الإخبارية اللاحقة. العودة إليك عفاف. شكرا جزيلا لك مختار مذكور ولضيفك الكريم على هذه المداخلة القيمة. متواصلون دائما معكم مشاهدينا الأفاضل في برنامج هذا الصباح دائما مع الأستاذ جند بالحديث عن تنافسية أو تعزيز مواصفات الجودة وتنافسية المنتوج الصناعي الجزائري حتى نواكب المعايير الدولية. أستاذ جند، استكمالا لنقطتك هذه وأيضا أهمية فتح الابتكار في مجال القطاع في القطاع الصناعي وتطوير الكفاءات فيه. شكرا. يعني أهمية يعني البنية التحتية للجودة يعني ما تحتاج يعني أن نزيد نذكر بها، والشيء اللي تحتاجه أنه الآن
ندفع بها إلى الأمام يعني لتطويرها لتحديثها مكتوبة. وهنا يعني إذا سمحتي أبعث نداء يعني إلى كل القطاعات الاقتصادية في الجزائر يعني خاصة القطاعات التقنية أنه يستثمروا قليلا أنه يطوروا قليلا يعني في إمكانياتهم يعني خاصة في مجال المخابر لأنه هذه هي يعني الركائز اللي تسمح لنا بالحصول على منتجات وخدمات ذات جودة يعني أنه تؤدي خدمة ولا يعني وما تعرفيش يعني ما مدى فعاليتها ما مدى يعني جودتها فيعني تخلي المؤسسة يعني تمشي في 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 كما نقولوا على ربي يعني بدون مرجعية وبدون يعني ثقة في مسارها وبالتالي يعني كل ما كان هناك مخبر يعني عمومي أو خاص في أي نشاط كان خاصة أنشطة أيضا ما نسميه بالمعايرة يعني أنه نشاط جد مهم بالنسبة للصناعة للصناعي أو للمؤسسة الاقتصادية بصفة عامة يعني أنه مثلا نقوم في عملية الوزن كيلو من شيء معين من منتوج معين من الذي يضمن لنا أنه هذا الكيلو هو فعلا كيلو وهناك سلسلة من القياسات هناك سلسلة من المقارنات نسميها سلسلة القياس وهذه تقوم بها مخابر المعايرة ونحن نحتاج لمخابر المعايرة في كافة يعني مجالات القياس يعني الوزن أو الطول الأطوال السعة الوقت صحيح. إذن فهذا النشاط يحتاج إلى استثمارات كبيرة كبيرة جدا و يعني كل ما كان هناك لبنة في هذا المجال من أي جهة كانت فهي مرحب بها وفي أسرع وقت عندما تكون المؤسسة يعني تنشط في بيئة مثل هذه يعني حولها يعني بنوك مستعدة لتمويل حولها يعني نشاطات اقتصادية يعني مؤثرة جد التأثير وعندها يعني مرجعيات من المقاييس مرجعيات من مواصفات ويعني خبرات تعتمد عليها فالمؤسسة تكون ضمنت يعني الحد الأدنى من التنافسية لكي تستمر في تنافسيتها ولكي تستمر يعني في 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 حياتها بصفة عامة فيجب عليها كل مرة أن تخترق شيء جديد وبالتالي ابتكار الابتكار فثقافة الابتكار بالنسبة للمؤسسة يظهر لي فهي يعني مطلب لا رجعت فيه يعني لكي تسمح للمؤسسة ب يعني أن تمشي أكثر في في في, في حياتها وبالتالي احنا في وزارة الصناعة يعني من بين مهام الوزارة أنه على عاتقنا أيضا ترقية هذه الابتكار وترقية ثقافة الابتكار في 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 المؤسسة وهو ما نقوم به يعني من خلال يعني اللقاءات التحسيسية أو من خلال أيضا تمويل بعض النشاطات الخاصة بالابتكار وأيضا لنا جائزة سنوية تحفيزية في 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 هذا المجال من خلال يعني الجائزة الجزائرية للابتكار كما أنشأنا يعني شبكة من مكاتب يعني المساعدة مراكز المساعدة على التكنولوجيا والابتكار في الجامعات في المؤسسات وسوف إن شاء الله يعني أيضا نتسع في 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 هذا المجال لنكون يعني عند حسن ظن المؤسسة الجزائرية اللي هي يعني في قلب اهتمام قطاع الصناعة ونتمنى أن المؤسسة يعني أيضا توضع المستهلك في قلب اهتماماتها صحيح. وتوضع أيضا المصلحة الوطنية يعني كخط أحمر يعني يجب أن لا ترجع منه أبدا. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد العزيز جندة المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة على هذه الاستفاضة القيمة وعلى كرم الحضور أيضا.
شكرا لك سيدتي وشكرا على الدعوة. أهلا بك مشاهدينا الأفاضل إلى ماسين حامية مباشرة من تيارت، وحديث عن انعكاسات وأثر السكة الحديدية الجديدة على المنطقة الصناعية بتيارت. هناك ماسين صباحك سعيد وإليك التفاصيل. صباح الخير زميلتي عفاف بن ددة، أنا متواجد هنا بمحطة القطار فرندا. إذن من هذه المحطة لتيارت التي ستدشن بعد قليل ألتحق بكم عبر هذا النقل المباشر لموافاتكم بكل جديد دائما من خلال هذا الصباح والإخبارية الجزائرية الثالثة. نعم هي رافد من روافد التنمية والاقتصاد، خطوط السكك الحديدية التي أضحت في وقتنا مؤشرا مهما لتقييم اقتصاديات الدول من خلال بناها التحتية. أذكر فقط أنا هنا بمحطة فرندا، والموعد اليوم سيكون مع تدشين وزير النقل للمقطع فرندا سعيدة على مسافة تقدر ب 120 كيلومتر. الوزير انطلق من بلدية عين بوشقيف، والبداية كانت زيارة مطار عبد الحفيظ بوسوف، بعدها بلدية تيارت لزيارة المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري، ومن ثم حاليا يتواجد بالسوقر لتدشين المحطة البرية لنقل المسافرين، ليليها كذلك تدشين محطة القطار الجديد لفرندا حيث أتواجد في إطار افتتاح هذا الخط الجديد، دون أن ننسى كذلك تدشين كذلك محطة عين كرمس. ليتوجه رفقة طاقمه عبر القطار إلى سعيدة حيث يتواجد الزميل مختار مذكور الذي سيوافيكم هو بدوره هناك بكل المستجدات. إذن هي مرافق عدة كلها تصب في مجال الخدمات للمواطن، نعم، وبذلك فك العزلة عليه، لكن هي في نفس الوقت تسهم في تحريك عجلة التنمية و الاقتصاد في نفس الوقت من خلال ربط المناطق الصناعية أكيد. وهذا ما كنتم تتحدثون عليه في البلاتو، ونحن كذلك نذكر بأن هذا الخط الجديد له دور كبير في ربط هذه المناطق وفي نفس الوقت تشجيع حركة السلع والبضائع من طرف المستثمرين الذين كانوا في البداية خيار واحد فقط هو استعمال مثلا الطرقات لنقل هذه البضائع، لكن هي فرصة وهو مجال آخر لنقل البضائع عبر السكك الحديدية. إذن سنوافيكم دقيقة بدقيقة وساعة بساعة بما يحصل هنا بولاية تيارت. وسعيدة أنا وزميلي مختار مذكور، وأعود إليك الزميلة عفاف بن ددة دائما إلى بلاتو هذا الصباح. شكرا جزيلا لك ماسين حامي على هذه المداخلة القيمة، نتابعك دائما في حال استجدت لديك مستجدات بشأن هذا الحدث لاحقا. مشاهدينا الأفاضل دائما في برنامج هذا الصباح، وكنا قد تحدثنا قبل مداخلة الزميل ماسين حامي عن رهانات أو رهان السلطات العليا في البلاد على القطاع الصناعي، والذي وفرت له بيئة قانونية مشجعة على الاستثمار والاستثمار الواعد. أيضا هذا الاستثمار لابد له أيضا من قوانين مرافقة تدعمه، من بينها مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى الحديث عن بعض النقاط الأخرى والأشغال الأخرى التي تهتم بها الدولة مؤخرا. استفاضة في الموضوع أسعد كثيرا باستقبال الدكتور حمزة بغادي الخبير الاقتصادي، صباحك سعيد. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا بك دكتور بغادي. إذن هذا المشروع الخاص بتحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة والموجه للاستثمار، يعني ما هو السياق الذي يأتي فيه وما هو الهدف من هذا المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أنه يعني بالحديث عن العقار يعني كأساس في العملية الاستثمارية، نعم، أو حتى في
في تهيئة الإقليم أو تهيئة يعني تقريبا كل المرافق الحيوية للدولة، لا بأس بالتذكير بما هو العقار الصناعي أو يعني ما هو العقار الذي نتحدث عنه أو تتحدث عنه تتحدث عنه تقريبا الدولة مؤخرا. يعني العقار الصناعي أو العقار بصفة أوسع هو يعني الإمكانية منح فضاءات أو منح يعني عقارات أو أراضي للاستثمار تقريبا ليس بيعا وإنما عن طريق يعني مزايا تفضيلية على تقريبا على البيع أو الشراء الذي هو معروف في التنظيم التجاري لما تبيع عقار أو تشتري عقار. الهدف يختلف، فيه أراضي للدولة، فيه مشاريع أو فيه يعني برامج لبرامج تنموية استثمارية للدولة، يعني تحددها الدولة وبعد هذا يعني تحدد يعني نوعية العقار الذي سوف يعني تمنحه في الولاية المعينة. نعطيك مثال أنه العقار تقريبا العقار اللي ممنوح في إطار الامتيازات امتياز الدولة من أجل الاستثمار ينقسم إلى عقار فلاحي تقريبا يخص القطاع الأرضية القطاع الأراضي التي سوف يعني تستقبل مشاريع استثمارية في الفلاحة، في قطاع أراضي يعني سكونابل الفونسي اندستريال أو العقار الصناعي هذا موجه إلى المشاريع الصناعية، يعني إقامة المصانع، إقامة مناطق صناعية، مناطق النشاط، مناطق يعني نشاطات مختلفة تقريبا في كل الولايات، تقريبا في كل الولايات فيه مناطق صناعية تابعة أيضا لأملاك الدولة. عندنا أيضا العقار المخصص للمشاريع السياحة السياحية، المناطق التوسع السياحي زون ديكسبونسيون توريستيك يعني للذات، يعني هذه المشاريع أيضا عندها خاصية أنها تكون أو هذا العقار يكون في مناطق سياحية، يعني ما نقدرش نقيم فيها مصانع صناعية وما نقدرش ندير فيها فلاحة، هي عندها انفوكاسيون توريستيك يعني عندها يعني بصمة سياحية، لذلك يعني هذه المناطق حددناها بالمناطق التوسع السياحي. عندنا أيضا العقار في الأوفشور يعني خارج الأرض كالمنح يعني مساحة مخصصة داخل البحر وتعتبر أيضا عقار يعني خارج الأرض يعني أوفشور لتربية المائيات على سبيل المثال، ومنتشرة هذه المشاريع على كل الساحل الجزائري. يعني تقريبا هذا هو العقار الذي يمنح في إطار الامتياز من أجل يعني تسهيل الاستثمار أو من أجل يعني تنظيم العملية الإصدار أو من أجل تحفيز المستثمرين حتى يعني لأنه في لما يجي كثير من المستثمرين يعني يكون ما ممكن يملك المال من أجل إقامة المصنع ولكن التكلفة تكلفة شراء الأرض ويعني وإقامة يعني أو يعني الاستحواذ على هذا العقار يعني تكون في 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 خارج يعني خارج المتناول المالي أو الإطار المالي اللي يمتلكه المستثمر. لذلك يعني الدولة الآن تقريبا كان فيه نعود نتكلم الآن عن في السابق يعني كان فيه مشاكل كثيرة في العقار الصناعي، لذلك الآن في حديث أو فيه يعني الآن راهي قيد المراجعة يعني تحديث كيفية شروط أو شروط منح هذا العقار، من بينها يعني مراجعة الأسباب اللي خلت كثير من الأراضي غير مستغلة، كثير من الثغرات القانونية التي كانت تستغل ويعني في أطر مشبوهة وتقريبا كثير من المستثمرين كانوا ياخذوا أراضي وما يستغلوهاش ياخذوا يعني قروض بنكية ولا يستغلونها أيضا، يعني لذلك يعني كان في إلزامية أنه نعاود نستدرك الأخطاء الماضي باش نروح ب يعني بطريقه او بمنهج يعني اكثر فعاليه واكثر يعني اكثر شفافيه في المستقبل. جيد دكتور بوغادي، يعني ما هي الشروط هذه يعني بنظره تحليليه، كما هي هذه الشروط الواجب توفرها والتي يجب ان تدرج من اجل حتى ان يمنح العقار الاقتصادي بشكل عادل ومتكافئ؟ أكيد أنه يعني فيه يعني فيه سلم قيمي يعني أو تقييمي في معالجة يعني ملفات العقار الصناعي. لما يكون عندك طلب من عند مؤسسة راهي تشتغل وراهي في الكراء يعني راهي عندها خلقت وظائف يعني ممكن 10 15 أو 20 يعني منصب شغل راهي تدفع في الضرائب وعندها منتوج، يعني هذه المؤسسات يعني تقريبا يعني فقط كينونتها أو فقط يعني اشتغالها
بمثابه يعني قبول اولي لانه انك تمنح الاراضي. في كثير من الحالات انه يعني لما تكون تدرس الملفات يعني تشوف انه طلبات لا تستوفي ادنى الشروط، من بينها الخبره المهنيه، من بينها ايضا ممكن الجدوى او جدوى المشروع، دراسه الجدوى يعني نعم. دراسه الجدوى يعني تكون يعني ناقصه، يعني ما عندهاش اسس علميه، يعني منتوج هذا ما راهش ممكن راه فيه وفره في السوق، يعني فيه تخم في السوق. نعم. ايضا فيه الهندسه الماليه يعني غير مفهومه او غير نعم. واضحه. من أين شروط اكيد نعم، من اين سوف يتم تمويل نعم. هذا المشروع يعني في يعني تقريبا هذو هما الشروط اللي لازم يكونوا في المستثمر او في طلب الحصول على العقار، حتى يعني يكون عنده ولوج لهذا العقار. ايضا دفتر الشروط يعني يتعلق ايضا ب لونغاجمون او يعني الالتزام صحيح بتنفيذ المشاريع. في السابق كان فيه يعني لما تمنح لك الارض عندك حتى ال 12 شهر يعني باش ترتهي على الاقل لا. للقطعه الارضيه، وبعد وعندك 12 شهر ايضا للانجاز لا. المنشاه او انجاز يعني اللونغار او يعني المصنع او البنايه التي سوف يعني تحتضن هذا المشروع، يعني تقريبا 24 شهر. يعني لما 24 شهر الانسان او المستثمر يعني ما دار حتى حاجه، يعني كانت فيه غياب للمتابعه في السابق نعم. ما كناش نديروا متابعه وما فيش عقوبات ايضا اكيد نعم. لذلك يعني الاستدراك سوف يتم على هذه التفصيليات نعم. حتى تكون فيه سرعه في استرجاع الارض حال ما لم يتم خدمتها، ايضا في تسريع يعني هذه البروسيدور، لانه تقريبا لو تمر يعني في السابق كانت تمر على العداله وتدخل في تعقيدات صحيح. اداريه طويله تخلي انه تقريبا لو الوالي على سبيل المثال يقول لك انا منحت 10 او 20 قطعه ارضيه في هذه السنه، ولكن فقط قطعه او قطعتين من راهم يعني راهم يشتغلوا وراهم يعني تقريبا راهم دخلوا في العمليه التنمويه نعم. هنا راه يكون في يعني في المخطط العمل تاعو السنوي راه يكون يعني تقريبا غير ما فيش مردوديه لذلك يعني الخلل يكمن في انه تقريبا المتابعه او الكيفيات منح هذا العقار نعم. ومتابعته ايضا خصوصا المتابعه والمراقبه لانه والمرافقه ايضا لانه صحيح. لانه لو نعطيك على سبيل المثال حتى نكون يعني اكثر اتزانا في تحليلنا، انه في كثير من الاراضي منحت او في اطار يعني ما يسمى بالمناطق الصناعيه، ولكن الجانب المسؤول عن تهيئه الاشغال الكبرى اللي هو تابع للوكاله الوطنيه لتسيير الحظائر الصناعيه نعم. على سبيل المثال لم تقم بدورها في 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 تهيئه هذا في تقريبا في تهيئه الطرق، في تهيئه لي برونشمون او لي راكوردمون يعني بالمياه الصرف الصحي، بالمياه، بالكهرباء، بالغاز نعم. تقريبا بالاشياء الاساسيه للبيئه يعني نعم اكيد لم توفر تقريبا لم تهيئ لم فيه يعني تقريبا مناطق صناعيه لم تهيئ تماما، ولكن حطينا اللوم على المستثمرين اللي كانوا تقريبا كان فيه مستثمرين جادين حتى برغم هذه البيئه وانه لكنهم اقاموا يعني صناعتهم، لذلك يعني هذا الخلل يجب علينا معالجه هذه الاختلالات معالجة أيضا الأمور التنظيمية والقانونية والشروط والكيفيات، وأيضا تدعيم أو تطوير يعني أسس المتابعة والمرافقة البعدية باش يكون يعني فيه فعالية في منح هذا العقار في المستقبل. دكتور بوغادي، اليوم مع هذا المشروع يعني هل فعلا سنتحرر من القيود الإدارية في ظل وجود قانون الاستثمار بالمراسيم الثمانية التابعة له كشباك الموحد كالوكالة العقارية، أهمية أيضا كما تفضلت المرافقة والمتابعة التي يستفيد منها المستثمر من عدة جهات والتي كانت غائبة في السابق؟ أكيد يعني المتابع لتقريبا الأحداث الاقتصادية مؤخرا أو يعني الديناميكية أو الحركية اللي شهدتها الجزائر مؤخرا يقدر يشبه يعني الوضع الحالي بغودة الاستقلال نعم. لكن بـ 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 بإرث خبراتي اكبر نعم. باخطاء يعني اللي راح نستلهم منها اكثر بخبره ايضا او بتراكم معرفي
أو في الكادر البشري أو نعم. في الكادر التسييري أو في تقريبا عندنا الكثير من الأدوات أو حتى يعني السند المالي أو نعم. يعني الأريحية المالية تقريبا فيه النوفو ديبار يعني فيه انطلاقة جديدة. المشروع الاقتصادي الآن لا يمس فقط يعني العقار الاقتصادي الصناعي أو القانون المالية أو عفوا قانون القرض والنقد أو قانون التجاري، ولكن تقريبا الآن فيه رسم لمشروع متكامل شامل يشمل كلش تقريبا. لأنه لو نصلح قانون الاستثمار وحده ما يعطيش نجاح، أو نصلح قانون النشاط الاقتصادي والتجاري وحده ما يعطيش نجاح، ولكن الإصلاحات الشاملة اللي راهي تقريبا بشت فيها الدولة منذ سنتين واللي راهي تقريبا كثير من القوانين كقانون الاستثمار والهيئة المسؤولة الوكالة الوطنية الجزائرية لترقية الاستثمار دخلت في حيز التنفيذ، وفي مشاريع أيضا سجلت وراهي يعني راهي تشتغل وكذا. لذلك يعني القانون المنظم أيضا للعقار الفلاحي، وشفنا في مؤخرا في أكتوبر الماضي كانت فيه طريقة جديدة لتسجيل طلبات الاستثمار بخصوص القطاع العقار الفلاحي نعم. الامتياز والاستصلاح، كان فيه منصة رقمية، التعامل كان فيه يعني صفر ورق، في شفافية، لأنه لو ترسل يعني الملف تاعك على الأرضية الرقمية وتتم معالجته مباشرة من قبل يعني المسؤول عن هذه العملية، كانت العملية يعني محددة، الأراضي كانت يعني محددة أيضا. صحيح. بهذه الطريقة نذهب إلى يعني أكثر اختصاص أو أكثر يعني فعالية في طرحنا لهذا الموضوع. نستكمل معك النقاش دكتور بوغادي بعد متابعة نشرة مفصلة بأهم الأنباء الوطنية والدولية من غرفة الأخبار. مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الجزائر. المستهل بالحدث الدولي الذي تحتضنه الجزائر اليوم وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث سيلتئم شمل الأمة الإسلامية بانعقاد الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية، موعد جديد ستثبت الجزائر من خلاله انتماءها العربية الإسلامية وتلقي فيه بثقلها الدبلوماسي القائم على عقيدة الثبات على الموقف في لم الشمل ورفع الرهانات المشتركة. أكثر من 35 برلمانيا عربيا إسلامية يجتمع اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار العالم الإسلامية ورهانات العصرنة والتنمية لمناقشة التحديات والرهانات. ومن المركز الدولي للمؤتمرات يلتحق بنا أحمد خير الدين. أحمد، أشغال المؤتمر تسبقها الدورة 24 للجنة العامة هذا الصباح، ماذا عنها؟ نعم، بطبيعة الحال منذ قليل فقط انطلقت أشغال اللجنة الدورة 24 للجنة العامة هنا بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال في إطار الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في صدارة الملفات التي تناقش حاليا، القضية الفلسطينية، الأمن الغذائي، الشراكة الاقتصادية بين دول العالم الإسلامي، وفيه أيضا تركيز على أن تكون منظمة التعاون الإسلامي هي المدافع القوي عن الشعوب الإسلامية في المحافل الدولية. الدورة 17 التي جاءت بشعار العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية تكتسي أهمية كبيرة اليوم، خاصة في ظل التحديات والتهديدات التي تواجه العالم الإسلامي. الجزائر حاضرة كما قلت بكل ثقلها هنا في هذا الموعد الدولي، 32 أكثر من 35 برلمانا من بينهم 22 رئيس برلمان سيكون حاضرا في هذه الدورة 17 التي تعكس المكانة التي تحظى بها الجزائر في العلاقات الدولية سيما في العالم العربي والإسلامي وحتى على الصعيد الدولي. إذن ينتظر أن تكون فيه قرارات
تدافع عن العالم الإسلامي، وينتظر أيضا أن تكون القضية الفلسطينية محور النقاش وفي الصدارة باعتبارها القضية المركزية في العالم الإسلامي. ونحن دائما والتلفزيون الجزائري حاضرا لمواكبة هذا الحدث وتغطيته بكل تفاصيله. أحمد خير الدين، كنت معنا مباشرة من قصر المؤتمرات أو مركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث تنعقد الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. شكرا جزيلا لك، وسنتواصل معك خلال نشرتنا اللاحقة بحول الله. هذا واستقبل مساء أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بالقاعة الشرفية لمطار الدولي مهوري بومدين مصطفى شنطوب رئيس المجلس الوطني الكبير لجمهورية تركيا والوفد المرافق له. كما استقبل مساء أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني بالمطار الدولي هواري بومدين معالي محمد باقر غريباف رئيس المجلس الشوري الإسلامي للجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق لها. في موضوع آخر، تنظم اليوم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالعاصمة الأبواب الوطنية المفتوحة حول إنتاج وتصدير المنتجات الكهرومنزلية. ولتفاصيل أوفى عن هذا الموضوع تنضم إلينا من مقر الغرفة فتيحة بوعراب. فتيحة، أكيد هي فرصة أخرى لترقية المنتوج الوطني، ماذا من جديد؟ هل من جديد؟ نعم، الجديد في هذه الأبواب الوطنية المفتوحة لإنتاج وتصدير الأجهزة الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية هو مشاركة قياسية للعديد من المتعاملين الاقتصاديين أصحاب العلامات التجارية الكبرى المختصين في هذا المجال. إذن هذه الأبواب المفتوحة سوف تعرف إقبال أيضا للمواطنين بعد الافتتاح الرسمي الذي يشرف عليه وزير التجارة وترقية الصادرات السيد كمال رزيق. كما يكون خلال الأبواب المفتوحة هذه أيضا توقيع لعدة اتفاقيات شراكة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين في نفس التخصص والمجال. إذن هذه الأبواب المفتوحة تتخللها أيضا اجتماعات ونقاشات وكذلك اجتماعات تقنية حول إجراءات التصدير والجمركة، من المحاضرات تكون من إلقاء دكاترة ومحاضرين في مختلف التخصصات، ولتفاصيل أوفى نوفيكم بها خلال النشرات الإخبارية اللاحقة. فتيحة أبو عراب، كنت معنا مباشرة من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، شكرا جزيلا لك. خلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة أمس، صرح المدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي بخصوص عملية صب منحة البطالة بقيمتها الجديدة للشباب البطال الباحث عن الشغل. صرح أن عدد من مراكز البريد ببعض الولايات شهدت أمس توقفا عن العمل بسبب الترويج والتحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي. توقف العمل غير شرعي، لانه اضراب يكون فيه ضوابط، هذه حاجه الاولى، يعني كاين يعني متابعه قضائيه ستتم يعني في حق الناس اللي حاولت يعني تغتنم يعني اي نقطه ولا حاجه باش تعكر الصفو ويعني العمليه عمليه صب منحه البطاله. يعني اختيار اللي كان اختيار الوقت والتوقيت لم يكن بريد. دوليا، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في الضفة الغربية، فيما أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين الذين أحرقوا منازل الفلسطينيين وحطموا 6 مركبات و22 محلا شمال شرق رام الله بحماية من قوات الاحتلال.
في الحدث الرياضي، وضمن النسخة السابعة لدورة الشان تأهل منتخب النيجر للاعبين المحليين للدور نصف النهائي عقب فوزه على نظيره الغاني بنتيجة هدفين دون رد أمس بملعب ميلود هدفي بوهران. وسيواجه منتخب النيجر نظيره الجزائري في الدور نصف النهائي المقرر يوم الثلاثاء عند الساعة 5 بملعب ميلود هدفي بوهران، فيما فاز منتخب مدغشقر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد على نظيره المزنبيقية بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ليواجه في الدور النصف النهائي منتخب السنغال. ونذكر مشاهدينا الكرام أنه بإمكانهم متابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين على القناة الأولى للتلفزيون الجزائري. ونختم بعالم المسرح وتشجيع للمواهب الفنية الشابة. تعمل مدرسة حديدوان للتكوين الفني بالمسرح الوطني الجزائري إلى تنمية قدرات الطفل ومواهبه الإبداعية من خلال ورشات يشرف عليها أساتذة ومؤطرون. التفاصيل مع نسرين دحمان. على هذا الركح مر أعمدة المسرح الجزائري على مر عقود من الزمن، وهو اليوم يفتح أبوابه للأجيال الصاعدة للتكوين وتلقين أساسيات الفنون لتكون خير خلف لخير سلف. نسكن في قليعة، نجي ندي بلاصي مقلعة حتى الجزائر باش غير الآخر ندير الموهبة اللي راني حاب نديرها. ما كنت حاب نجي للمسرح، ومن بعد مدرسة حديدوان عطات لي الفرصة. جيت اليوم باش نتكون في مدرسة حديدوان باش غدوة نخرج ممثلة. مدرسة حديدوان للتكوين الفني تحرص على تكوين فعال للمواهب التي يعول عليها في صنع الفارق عبر ورشات متخصصة يؤطرها أساتذة ومختصون. نقرأ التمثيل والكوريغرافيا والتربية الصوتية والموسيقى. شو الهدف تاعها؟ أول حاجة ثقافي جدا، تزيد تعلم تخلي الأولاد يهدروا بكل طلاقة، وثالثا تخلق واحد الجو عائلي مدرسة حديدوان. براءة مبدعة في هذا الفضاء التكويني الجديد تبحث عن أجنحة تحلق في سماء الإبداع وتكون نجوما مضيئة للفن الجزائري. وبمواهب الفن الرابع نختم هذه النشرة، نلتقي على رأس الساعة في نشرة مفصلة. السلام عليكم. جدد ترحاب بكم مشاهدينا الأفاضل في برنامج هذا الصباح في ساعته الثالثة والأخيرة، وأرحب أيضا مرة أخرى بالدكتور حمزة بوغادي الخبير الاقتصادي. دكتور، كنا قد تفضلنا قبل نشرة الأخبار بالحديث عن هذا أهمية المشروع الخاص بشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة من أجل استثمارات أو الموجه للاستثمارات. ما أثر هذا المشروع على التنمية الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص؟ أكيد يعني لما نتحدث عن العقار الصناعي يعني تقريبا هو المحرك الرئيسي. نعم. في تطوير الاستثمار أو في نسج أو في خلق المزيد من المصانع والمزيد من المنتجات، لأنه لما تتكلم عن في كتير، نعطيك مثال أنه طبيعة النشاط الصناعي تاع
تقتضي الكثير من الأمور التنظيمية، خصوصا في تهيئة الإقليم المخصص للصناعة. نعم. لو يعني ما تنظمش انت هذا العقار، لو ما تحددش المناطق اللي راح يعني تحط فيها المناطق الصناعية، راح وش يصرى يعني انه تكون فيه استثمارات عشوائية. نعم. تكون فيه يعني نشاطات ايضا غير متجانسة في الولاية نفسها او في المنطقة نفسها، فيه يعني صناعات كيماوية، في صناعات صيدلانية، في صناعات مضرة للبيئة، في صناعات تستلزم يعني مسار محدد للبوردريني يعني لتصريف المخلفات تاعها، او فيه يعني تقريبا ايضا نظام خاص بهاد المؤسسات المصنفة لزونتربريز كلاسيك. نعم. لذلك يعني لما تكون عندك مشروع انك يعني انت تنظم العقار الصناعي في شكل يعني مناطق محدده، وبعد يعني خصوصا انك حزيت تعطيها في شكل امتياز، ما فيهش يعني اثر مالي او فيها يعني تكاليف تشغيليه او لهذا الارض، راح يعطي دفعه قويه اولا. صحيح. للمستثمر انه ينقص من تكاليف المشروع تاعو ويدخل في بصفه اسرع في هذا المشروع، يعني يبدا ينتج في المنتوج تاعو. ثانيا تسهل العمليه بالنسبه لتصنيفات المؤسسات او لطبيعه النشاطات المؤسسات. نعم. عندي منطقه صناعيه مخصصه للنشاطات يعني ذات خصوصيه كبرى، كما سبق وذكرت النشاطات البتروكيماويه، كيميائيات كذا، يعني المشروع المشاريع اللي داخله في الصيد يعني المواد الصيدلانيه ايضا، وايضا تربطها انه عندك مشروع او عندك يعني بعد اقتصادي. اولا انت بلد غازي او بلد طاقوي، لذلك صحيح. يعني الصناعات البتروكيماويه جزء لا يتجزا من الصناعات يعني اللي راح تكون في المستقبل، خصوصا انه فيها قيمه مضافه يعني كبيره. ايضا الصناعات الصيدلانيه الجزائر ستتحول الى قطب صيدلاني. نعم. اكثر الاولى افريقيا من حيث رقم الاعمال في قطاع الصيدلاني. القطاعات الاخرى المنتجات ايضا الصناعه الغذائيه شدد عليها رئيس الجمهوريه. صحيح. في كذا مجالس وزراء. انه الان لازم نتجه الى الصناعات الغذائيه، لانه الحلقه المغيبه في صحيح. القطاع الفلاحي، في قطاع فلاحي راه اونيسور يعني فيه ثوره في القطاع الفلاحي، لكن الحلقه المغيبه هي الصناعات الغذائيه، لانه تزيد في القيمه المضافه للمنتوج، وايضا تعطيك اريحيه في تسويق المنتوج وتروح ايضا للتصدير. لذلك تشوف انه الاهميه تاع العقار الصناعي من اين تنطلق والى اين تصل. صحيح. تقريبا كل مشاريع التصدير، كل مشاريع يعني الزاكور يعني او الاتفاقيات البينيه من منطقه التجاره الحره الافريقيه او المنطقه لازون اراب، المنطقه العربيه او الاتحاد الاوروبي او البريكس مستقبلا. نعم. كلها مربوطه بمدى يعني التجاوب يعني العناصر او هذه القرارات او هذه الاجراءات فيما بينها او تفاعلها فيما بينها. العقار الصناعي هو السوق يعني تقريبا هو البنيه التحتيه من اجل يعني اقامه مناخ استثماري يعني في الجانب اللوجستيكي يكون مجهز. نعم. تقريبا على غرار يعني الطرق والسكك الحديديه والربط بالكهرباء. نعم. والربط بمختلف الحاجيات. جيد جدا دكتور بغادي، هذا بشان العقار الاقتصادي. هناك ايضا من بين الاجراءات الاخيره التي في صلب انشغالات الدوله انشاء شركه مختلطه لصناعه السكك الحديديه بالتعاون مع الخبرات الاجنبيه المتخصصه. ما الذي خلى يعني الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحده الامريكيه تقريبا هي السكك الحديديه، هي الطرق والسكك الحديديه. اولا شريان الاقتصاد. اولا بدات بالسكك الحديديه. تقريبا تم ربط كل الولايات المتحده الامريكيه بالسكك الحديديه، سهلت يعني الربط ما بين يعني دوله بهذه الشساعه. لماذا نتكلم عن الولايات المتحده الامريكيه؟ اولا لانها قوه اقتصاديه عالميه. نعم. ثانيا يعني الذي يقرأ التاريخ يعني دائما لا يخيب في تصوره للمستقبل. الجزائر يعني البروفايل يعني الجغرافي والموقع والمساحة الجزائرية تشبه بالدول اللي عندها يعني فيه تشابه كبير، خصوصا في المساحة الجغرافية، المقاومات الجغرافية. نعم. نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، كندا. الصين، روسيا، أستراليا، تقريبا هالدول تمتلك يعني مساحات جد كبرى. الجزائر لديها مساحة تقريبا الأولى افريقيا، الاولى عربيا، تاسعه عالميا، يعني الدوله يعني كبيره الحجم. لذلك يعني
أهمية ربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب والشرق الشمال الشرقي بالشمال الغربي والجنوب الغربي بالجنوب الشرقي يكمن في يعني أولا مشاريع ذات بنى تحتية مستدامة صحيح. يعني هي السكك الحديدية والقطارات والاعتماد على الطاقات المتجددة أيضا يعني تقريبا تسهيل حركة نقل السلع والأشخاص ما بين الولايات ستحرك من العملية الاستثمارية أولا ستبتعد أو سوف تبعدنا عن المركزية في النشاط الاقتصادي أو القرار السياسي أو الإدارة المركزية أو يعني العملية التسييرية ثانيا ستحضر الجزائر لبعدها القاري والدولي يعني نتكلم عن ربط لما تربط الجزائر بشمالها بجنوبها راك فتحت ابواب افريقيا على مصراعيها تقريبا ايضا فيه كان في تقرير للامم المتحده يتكلم لوديدي الاوبجيكتيف دو ديفلوبمون ديورابل يعني برامج التنميه المستدامه تقريبا صنفت الجزائر في المستوى الرابع بفضل الانشاءات او بفضل الهيكل القاعديه تقريبا الفريده من نوعها الربط بالغاز لمسافات اكثر من 1000 كيلومتر ربط بالالياف البصريه والماء والكهرباء والطرق والسكك الحديديه تقريبا يعني انشاءات فريده من نوعها في العالم ايضا نعاود نرجع انه الاعتماد ايضا الان بالاعتماد او بالشراكه مع الكثير من بالاجانب اولا سوف سيكون هناك يعني نوعيه في او جوده في هذه الانشاءات لذلك باعتمادنا على هذه الخبرات ايضا لانه نعطي لها اهميه تقريبا لانه مشاريع مستقبليه مستدامه لذلك يعني يجب التركيز يجب عدم التسامح او التهاون في جوده العمل او جوده الانجاز لذلك يعني والاعتماد ايضا على احدث الطرق في الانشاء احدث التكنولوجيات في تسيير هذه المنشات وايضا الدفع ب لو ترانسفير يعني دو سافوار او نقل المعرفه والخبرات بالاحتكاك بين المهندسين الجزائريين اللي راهم يشتغلوا ونفس الشيء حدث مع المترو الجزائر او الترامواي تقريبا الان بسواعد جزائريه يتم تسيير مختلف هذه المنشات يعني بفضل الجزائريين حتى ليكستونسيون او التوسعه يعني يقوم بها الجزائريين كونسيدار الان شركه وطنيه رائدة تقريبا في هذه المجالات يعني بفضل هذا الإرث يعني او التراكم المعرفي والخبراتي لذلك يعني هذو هما لي زيليمون او العناصر اللي الان رانا نركزوا عليهم ونعتمدوا عليهم في تغيير تقريبا كل طرق تسييرنا لمختلف الظواهر الاقتصاديه خصوصا انه السكك الحديديه هي تقريبا البعد الافريقي او البعد القاري والبعد يعني تقريبا العربي خصوصا نعم من بين أيضا القطاعات التي هي في محور الاهتمام اليوم من خلال الانشغالات الأخيرة للدولة رفع إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح رفع إنتاجه كقطاع يعول عليه لسد الحاجيات في الأمن الغذائي ولما لا تغيير في المعادلة الاقتصادية يجب التنويه انه الخامات الجزائريه من بين افضل الخامات في العالم سواء في المواد الفلاحيه او الخضروات الفواكه المواد الطاقويه الغاز النفط الجزائري هو اغلى نفط في العالم بين اغلى نفط في العالم لي ماتيريو بريسيو او المعادن الثمينه من الليثيوم من يورانيوم او من الذهب او الحديد او الزنك او الفوسفات تقريبا التربه لو سول لا كاليتي دو سول جوده التربه ايضا جوده البذور التاريخيه للجزائر او الشتلات او الجينات الجزائريه تقريبا اون فيلو تور على انه اتفقنا انه الخامه الجزائريه في مختلف يعني المواد هي تقريبا من بين افضل في العالم صحيح الان نتكلم عن لو روندمون او المردوديه في لو بوتونسييل او الامكانيه يعني الرفع او لو روندمون تاع الهكتار الجزائري يقدر يوصل حتى 60 الى 70 قنطار في الهكتار لماذا الان تقريبا الان تشديد على ضروره الرفع ليس استصلاح المزيد من الاراضي ولكن الاستغلال الامثل لوبتيميزاسيون دو سكونا يعني الاستغلال الامثل لما هو موجود يعني لما هو حاضر راه في الاشتغال بطرق يعني بطرق اولا يعني السقي التكميلي
أو أنظمة الري الحديث الذكية، الاعتماد أيضا على التكنولوجيات الحديثة سواء في فلاحة ذكية، فلاحة ذكية أيضا، تطوير الاعتماد أيضا على المعاهد الفلاحية في الجزائر وإدخالها في العملية الاقتصادية. تقريبا هذه هما الطرق الأكثر نجاح، يعني بطريقة أكثر ذكاء أو بطريقة أكثر علمية، نعتمد على الطرق العلمية بزيادة في المردودية في نفس المساحات اللي راهي الآن مزروعة. حتى نسرع في الوصول إلى الطموحات الاقتصادية المرجوة. أشكرك جزيلا دكتور حمزة بوغادي الخبير الاقتصادي على كرم الحضور وعلى هذه الاستفادة. شكرا لك. أهلا وسهلا. إلى فاصل مشاهدينا الأفاضل، نتواصل بعده. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأفاضل إلى الحدث اليوم ومتابعة انطلاق أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم بالجزائر بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، في ظل عدة تحديات وتهديدات تواجه العالم الإسلامي إلى جانب تصعيد خطير للكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. استفاضة في هذا الموضوع أسعد كثيرا باستقبال الدكتور خلف الله إسماعيل المحلل السياسي. دكتور صباحك سعيد وشكرا لك على قبول الدعوة. صباح الخير، وحييك أستاذة وحيي السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك دكتور خلف الله. ليتحدث بداية عن السياقات الإقليمية والعالمية التي يأتي فيها انعقاد هذا المؤتمر. أعتقد أن المؤتمر يأتي مباشرة بعد قمة ناجحة، قمة عربية ناجحة قامت بها الجزائر بمجهود يعني شهد به الجميع أنه لم يأتي هكذا شكلا أو كما كان ينتظر. أن هذا القمة تأتي الاجتماع الزعماء ثم يفترقون، لكن الجزائر حرصت على أن تكون قمة في القمة، وكانت حقيقة كذلك، وخرجت بمخرجات. هذه المخرجات في اعتقادي أن هذا المؤتمر يدعم هذه المخرجات بطريقة بصفة مباشرة. على أهم المخرجات اللي هي أن إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعدما تم زحزحتها على المركز وأصبحت الهامش. القمة العربية في الجزائر
عادتها إلى هذه المركزية، ثم أعطت الخطوط العريضة اللي كانت العقبات المتمثلة في الفراق أو التفرقة الحاصلة في الصف الفلسطيني، واستطاعت الجزائر بجهود يعني تقريبا سنة أو أكثر هكذا، وهي الاجتماعات الماراثونية بين مختلف الفصائل، وثوجت بما يسمى بإعلان الجزائر، هذا الإعلان الذي ما زالت الجزائر في الحقيقة ما زالت تضع مسؤولياتها على مواكبة هذا الإعلان ومتابعته وتذليل هذه العقبات المتمثلة في توحيد الصف وفي ترجمة حقيقية لهذا الاتفاق أو هذا التوافق الفلسطيني. هذا المؤتمر يأتي أيضا في بعد أزمة عالمية تعيشها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تشهده وهذه الظلال التي ألقتها على الأمن الطاقوي، الأمن الغذائي. اليوم هناك دول إسلامية، نتكلم على دول إسلامية كانت سلة غذائها من أوكرانيا أو من روسيا، وهي اليوم مهددة، نتكلم على القمح. فأعتقد أن هذا المؤتمر يأتي أيضا لمعالجة هذه النقطة. نقاط أخرى في الحقيقة ما يسمى بالإسلاموفوبيا، مشروع الإسلاموفوبي تغول حقيقة، ولاحظنا مؤخرا يعني وصل الحد إلى حرق المصحف وهذه الإساءة المتتالية، هذه الظاهرة التي أصبحت ظاهرة يجب أن تعالج. وأعتقد أن هذه القمة وهذا المؤتمر هو المخول يعني بوضع حد لهذه الظاهرة بدون زخم شعبي كما يراد له أن يصبح هكذا غبار، إثارة الغبار أو تحريك الشعوب أو شعارات هذا بالعكس، هذا يخدم الطرف الآخر وهذا ما يبحث عنه. لأن الإسلاموفوبيا اليوم هؤلاء الذين يستثمرون في هذا، الذي فشل سياسيا، الذي فشل اقتصاديا، الذي أفلس، والذين لدينا عندنا كثيرة، مثلا شارلي إبدو كانت مفلسة كانت على أبواب الإفلاس، ولما دخلت في هذا القضية وأساءت بتلك الصور وجاء الزخم وجاءت ردة فعل العالم الإسلامي أعادتها إلى الصدارة وأصبحت تطبع بالملايين. واليوم كان مقر مفتوح للعالم يعني هكذا، اليوم أصبح لها برج محمية أمنيا، ويعني أصبحت رمز من الرموز. هذه الإثارة التي يبحث عنها هؤلاء الفاشلون سياسيا واقتصاديا ومفلسون يريدون هذا. أنا في اعتقادي أن اليوم هذه القمة تأتي لتضع حد لهذه الظاهرة، أصبحت ظاهرة. ومواجهة هذه الظاهرة هناك طرق عديدة، بينها الطريق القانوني الذي القمة اليوم أو قمة المؤتمر التعاون الإسلامي هي تستطيع أن تذهب إلى القضاء الدولي، إلى المؤسسات الدولية التي هذه الإساءة والقرارات. والحقيقة عدنا الكثير من هذه يعني ما يستند له ما يستند عليه قضية الاجتهاد القضائي أو القرار القضائي الذي قضت به المحكمة الأوروبية فيما يتعلق ب حق يعني حرية التعبير. هم يستندون على أن هذه الإساءة تدخل ضمن حرية التعبير. المحكمة الأوروبية قاضت بأن حرية التعبير أو الإساءة إلى الرموز الدينية لا يندرج ولا يدخل ضمن حرية التعبير، وهذه وثيقة قضائية أوروبية تستطيع أن تستند عليها الهيئة ومنظمة التعاون الإسلامي في التقاضي أمام الجهات القضائية، ولتلزم هؤلاء بالتوقف على هذه الإساءة. جيد. دكتور خلف الله، شعار المؤتمر هو العالم الإسلامي ورهانات التنمية والعصرنة. ما هو الأثر أو التأثير على الساحة العربية بداية، الإسلامية والدولية، المرجو يعني من هذا الملتقى أو المؤتمر بالتركيز على رهانات التنمية والعصرنة أيضا؟ في اعتقادي عندما نرى بأن هناك تقريبا 35 برلمان يجتمع اليوم، وهذا العدد ليس بالعدد الهين، وهو يعني يعتبر تنسيق ووضع خريطة لمواجهة هذه التحديات اللي نتكلم عليها. بين كل يعني هناك تحديات كثيرة تواجه العالم الإسلامي اليوم، بداية من الأمن في حد ذاته. فهناك دول إسلامية مهددة
بما يسمى بهذا الفتوى ويسمى بالجماعات المسلحة والإرهاب. نعم. ما زال ظاهرة الإرهاب وضحية أن العالم الإسلامي هو ضحية من هنا ومن هنا يعني ضحية بالإسلاموفوبيا، لأنهم يضعون أن هذا العالم الإسلامي هو الذي هو يهدد وهو صانع الإرهاب، وهؤلاء الذين يتبنون العمل الإرهابي يظهرون أنفسهم للعالم على أنهم مدافعون عن الإسلام. يعني معناتها أصبح هذا العالم الإسلامي ضحية من هنا وضحية من هنا. فأعتقد أن اليوم هذا التنسيق على مستوى البرلمانات الذي سوف يخرج بهذه المخرجات التي ننتظرها، فاعتقادي أنها تحديات كثيرة. نتكلم أيضا على الأمن الطاقوي. نعم. على التشريع ككل كتشريع، على الجريمة العابرة الحدود. نعم. ما يسمى المخدرات الآن التي أصبحت تهدد حتى الاضطهادات لبعض الأقليات المسلمة. نعم. وهذه نقطة أيضا. اضطهاد الأقليات سواء في الصين أو في مناطق في الهند في. نعم. مناطق عديدة اليوم الجاليات أو هذه الأقليات الإسلامية مضطهدة، والحقيقة أن هناك مواثيق دولية يعني تحفظ هذه الحقوق. نتكلم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نعم. الذي يضمن هذا الحق، ميثاق الأمم المتحدة المبني على حماية حقوق هؤلاء وحقوق يعني في جانب إنساني قبل العقيدة وقبل الدين، الجانب الإنساني. وهذا الجانب الإنساني أعتقد أنه منتهك في. نعم. العديد من المناطق المسلمة. دكتور خلف الله، رئاسة الجزائر كإضافة نوعية نحو لهذا المؤتمر، يعني نحو تفعيل العمل البرلماني الإسلامي المشترك، وفي ظل الانتهاكات الراهنة اليوم للاحتلال أو للكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني ومقدساته، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا المؤتمر ورقة ضغط أو صحيح. أن يعني تخرج عنه قرارات قد تؤثر في هذا الشأن؟ ربما نعتقد بأن هذه الإيجابية التي يمتاز بها هذا المؤتمر، ونقولها لست بأني جزائري، وأقول رئاسة الجزائر لهذا المؤتمر يزيده قوة وتأثيرا. نعم. لأن الجزائر هي التي ترافع اليوم في عز خذلان وتطبيع واتفاقيات الخزي والعار. الجزائر صمدت في العام الماضي، لا ننسى أنها كانت موجات عريضة للتطبيع. صحيح. وكانت إغراءات أمام الدول هذه التي تسير في هذا المسار، والجزائر كانت صامدة. والرئيس السيد عبد المجيد تبون عندما يعني قال كلمة بقات راسخة الهرولة، والهرولة الآن كل وسائل الإعلام تتداولها. لا نبارك هذه الهرولة، الجزائر لم تبارك هذه الهرولة. اليوم عند رئاستها لهذا المؤتمر أعتقد أن المخرجات سوف تكون لها تأثير. لا نمكن أن نقول بأن هذه المخرجات سوف تكون توصيات وستوضع في الأدراج. نعم. لكن اعتقادي أنها سوف تترجم، والترجمة الحقيقية اليوم هي واقع ما يعيشه الفلسطينيون اليوم. هؤلاء الذين طبعوا بحجة أنهم يخدمون القضية الفلسطينية. نعم. أين هم الآن؟ أين هم الآن من هذا القتل الذي يحصل في الأراضي. نعم. الفلسطينية؟ هذه الاتفاقيات التي تسمى بالإبراهيمية وكذا، وهذه الصيغ الجديدة التي جابوها على أساس التقارب الديني وكذا كذا، كلها فشلت. أين هي اليوم؟ كان من المفروض أنها تخرج وتواجه هذا العدوان الذي ينتهكه الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني. أعتقد أن المؤتمر برئاسة الجزائر. نعم. سوف يخرج وسوف يكون له توصيات تكون لها أثر بليغ على أرض الواقع، على الواقع الإسلامي. نعم. بالنظر إلى دعم جهود الجزائر في لم الشمل العربي وأيضا الدفاع عن مجمل قضايا التحرر في العالم. نعم. وهذه نقطة أيضا. نعم. الجزائر ما زالت صامدة في قضية الوقوف مع هذه الشعوب التي تناضل من أجل تحقيق مصيرها. القضية الفلسطينية على رأسها، القضية. نعم. الصحراوية. الجزائر رغم أنه جاءتها اللوم الكثير وخاصة من أشقائنا العرب. نعم. الذين لا يفهمون هذا الصمود الجزائري والثبات على والثبات هم كانوا دائما يسوق على أن الجزائر تختلق. نعم. المشاكل مع المغرب بالقضية الصحراوية، والجزائر الحقيقة أنها تصمد مع قضية
لأنها تؤمن بأن هذا الاضطهاد عاشه الشعب الجزائري، هذا الاحتلال عاشه الشعب الجزائري، لا يمكن أن تسكت عنه الجزائر أو أن تقف مع قوى محتلة وتسايرها وتجاملها. الجزائر صريحة في هذا القضية. القضية الشعوب المضطهدة والشعوب التي تبحث وتحاول أن تصنع استقلالها، الجزائر تقف معها من باب الإنساني، من باب الإنسانية، هذا الإنسانية التي يرافع بها ويتشدق بها العالم الغربي اليوم الذي نتكلم على حقوق الإنسان. هنا هي حقوق الشعوب المضطهدة، الحق الشعب الصحراوي، حق الشعب الفلسطيني، هذه المفروض هي قمة الحقوق وهي أولوية الحقوق. نتكلم على الرفاهية التي يبحث عنها الغرب اليوم. هذا الذي الشهيد هذا كم عمره؟ سبع سنة 13 سنة. نعم 13 سنة. يعني هذا الطفل هذا اللي يجي المفروض راه في 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 المدرسة وفي كذا، ها هو يحامل شعار مواجهة هذا الاحتلال. إذن أعتقد أن هذا المؤتمر يأتي في عز أزمة يعيشها العالم الإسلامي من إسلاموفوبيا، من اضطهاد للشعوب، من الأقليات، من الإرهاب، من هذه التحديات، من الإرهاب، من التحديات التي تحديات القضية اللي قلنا، الأمن الغذائي، الأمن المائي، الأزمة التي تعيشها ما يسمى به أزمة النيل. نعم. هذه أزمة، وهذه أزمة مفتعلة في الحقيقة، تحريك صهيوني لأثيوبيا. نعم. لتضر بمصالح دول إسلامية نعتبرها السودان أو مصر، فهي دول إسلامية أيضا. من اهتمام هذا المؤتمر. دكتور خلف الله، نقطة أخرى نتحدث عنها هي حجم الأثر على المعادلة التقوية، على اعتبار أنه أغلب هذه الدول الموجودة في هذه المنظمة، منظمة التعاون الإسلامي، لهم وزن في السوق التقوية إن صح التعبير. وبالفعل هذه نقطة قوية يعني يكتسبها هذا المؤتمر، لأن معظم كما أشرت معظم الأعضاء هذا المؤتمر هم يعني لهم يعني يمتلكون أصوات في منظمات طاقوية، من بينها الأوبك. وهم اليوم يعني العالم الغربي الذي يبحث عن بدائل، نتكلم على المجموعة الأوروبية تبحث عن بديل للطاقة الروسية والغاز الروسي. فهنا تستطيع هذه القمة وهذا المؤتمر أن يضغط بهذه الورقة، أن يناور كما تناور الأطراف الأخرى. اليوم هذه الحادثة حادثة حرق المصحف، ماذا يراد لها؟ أنا في اعتقادي أن هذا الذي قام بهذا الحرق هو مأجور سياسيا. لماذا حركته القوى؟ أو ربما نقول، رغم أن الحكومة لم تصرح بأن هذا السماح لهذا العمل، من ورائه مكسب سياسي. نعم. هو أن تركيا تقدمت أو السويد تقدمت بطلب للانضمام لحلف الناتو، تركيا وقفت عقبة. نعم. لأن الحلف الناتو يجب أن يصدر قراره بالإجماع، وهذا الإجماع لم يتوفر من على الرفض التركي، وبالتالي كان استفزاز تركيا من خلال حرق المصحف أمام سفارتها. إذن فهناك وتركيا ضغطت بورقة هذا الطلب لأنها لم تقبل الطلب، واشترطت أن الحكومة السويدية. نعم. ترفع الغطاء القانوني والحماية التي تحمي بها ما تسميها تركيا مجموعات إرهابية داخل السويد. وبالتالي فهذه الأوراق، أنا أعتقد أن القمة المؤتمر الإسلامي اليوم وهذا في الجزائر لها أوراق في الجانب الطاقة، أنها تضغط على هذه الحكومات الغربية. صحيح. التي تمارس هذه الإسلاموفوبيا وتنتهك حقوق الشعوب في هنا وهناك. طيب ما هو دور هذا الاتحاد في التأثير على البرلمانات الأخرى، من بينها البرلمانات الأوروبية، كأن تكون يعني هذه التوصيات قرارات حاسمة موجهة مثلا أو ضاغطة؟ في اعتقادي أن ما دام هناك برلمانات. نعم. البرلمانات هذه تتشكل على حسب كل برلمان، يتشكل لجان، وهذه اللجان اعتقادي أنها سوف تصدر توصيات وتضغط على الحكومات، ربما. نعم. تضغط على الحكومات، حكومات هذه الدول، كي تنفذ مخرجات. نعم. ما سيصدر عن مخرجات هذا المؤتمر. وبالتالي فهذا الاجتماع أو هذا التنسيق البرلماني
يعطينا في الخلاصة وفي كنتيجة يعطينا ورقة تخرج بها كل الدول المنطوية تحت منظمة التعاون الإسلامي في تشريع، في قرارات، في أوراق ضغط، في كل هذا، ويعني توجه واضح وخريطة واضحة لمواجهة كل هذه التحديات اللي تكلمنا عليها. دكتور خلف الله، تحدثت قبل قليل عن المخرجات التي ينتظر أن تنبثق عن هذا الملتقى بشأن أمهات القضايا التي تهم حاضر ومستقبل الأمة الإسلامية، وإلى أي مدى يمكن اعتماد أو ربما هو مبرمج في هذا المؤتمر الاعتماد أو إعلان الجزائر كورقة طريق موجهة لفض النزاع الفلسطيني وتوجيهه نحو البوصلة الحقيقية له؟ في اعتقادي أن ما خلصت إليه قمة الجزائر، قمة القمة العربية بالجزائر، والتحديات التي كانت، وربما التشويش الذي زامن وعاصر وفي فترة التحضير لانعقادها، وكانت حتى قوى تحاول أن تعرقل حتى الآن تقام هذه القمة، واجتمعت القمة وخرجت وخلصت بمخرجات اليوم نشوفها تنفذ على أرض الواقع. في اعتقادي اليوم أن هذه نفس التجربة التي عاشتها قمة الجزائر، سواء بإعلان الجزائر في توحيد الصف الفلسطيني أو ما المخرجات الأخرى، في اعتقادي أن هذه المخرجات التي سوف تصدر عن المؤتمر البرلمانات المؤتمر الإسلامي، في اعتقادي أنها سوف تكون لها أثر، والجزائر سوف تكون حريصة برئاستها لهذا المؤتمر أنها سوف يعني تقوم بالمتابعة، لأن اليوم القضية ليست توصيات فقط، القضية في متابعة، والجزائر يعني لم تتنصل من هذا، بل يعني أعطت مسؤوليات، ألقت مسؤوليات على عاتقها. كي نتكلم على إعلان الجزائر، الجزائر ذهبت إلى تشكيل لجنة جزائرية عربية لمرافقة تنفيذ هذا الإعلان. هذا الإعلان خلال سنة كاملة من رئاستها. لا يعني لم تتركوا هكذا إعلان والفصائل أمضت وخلاص وخرجوا. الباقة أن المتابعة والمسايرة والدعم. صحيح. وفي اعتقادي أن هذه المخرجات سوف تكون تأخذ نفس المنوال، وسوف نرى نتيجة على الواقع، على الواقع الإسلامي إن شاء الله. دكتور خلف الله إسماعيل المحلل السياسي، أشكرك جزيلا على الحضور. شكرا. وعلى هذه الاستفاضة القيمة. شكرا لك. فاصل مشاهدينا الأفاضل، نتواصل بعده، نستقبل الرياضة ونسرين شبوط.
إلى نسرين شبوت والصباح الرياضي. صباحك سعيد نسرين. صباحك سعيد عفاف. صباحكم سعيد مشاهدينا الكرام. إذن البداية بأخبار الشان وآخر مستجدات الشان إذن مشاهدينا، لكن بعد هذا الفصل. البداية بالمنتخب النيجيري الذي افتك تأشيرة التأهل إلى دور النيجر الذي افتك تأشيرة التأهل بعد فوزه على المنتخب الغاني بهدفين دون مقابل. الأهداف سجلهما كل من إيمران السيني في الدقيقة 11 من الشوط الأول، والهدف الثاني سجله بوبكر هاينيكوي في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني ليلتقي مع المنتخب الوطني المحلي الثلاثاء المقبل بملعب ميلود هاتفي بوهران. من جهته عبر مدرب منتخب غانا عن أسفه بعد إقصائه أمام منتخب النيجر، كاشفا أنهم سيعملون بجد في الأيام القليلة القادمة وحيث تدارك الأخطاء ويعولون على تحسين الأداء مستقبلا. من جهته أيضا عبر مدرب منتخب النيجر عن سعادته بعد التأهل المحقق، موضحا أنه كان هدف المنتخب النيجيري منذ بداية المنافسة. ما أحس به الآن هو السعادة على حصولي للمرة الثانية على هذه الهدية، وهو هي متعة حقيقية. سيكون الأمر كما تفضلتم في سياق خاص، وإن شاء الله سنحضر أنفسنا جيدا لهذا اللقاء.
هذا وحقق أيضا المنتخب مدغشقر التأهل إلى الدور المقبل من منافسة بطولة أمم إفريقيا للمحليين بعد تجاوزه عقبة منتخب الموزمبيق بثلاثة أهداف لهدف. وسجل الأهداف كل من اللاعبين كولينا في الدقيقة 18 وجين إيفيس في الدقيقة 67 ومارسيو في الدقيقة 87. أما الهدف الوحيد للموزمبيق سجله اللاعب إيزاك كارفال في الوقت بدل الضائع ليلتقي في مباراة نصف النهائي أمام منتخب السنغال يوم الثلاثاء المقبل. وبعد نهاية اللقاء كشف مدرب مدغشقر فيليكس راكوتون أنه جد سعيد بهذا التأهل شكرا اللاعبين على المجهودات التي بذلوها مؤكدا أنه سيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في مقابلة دور نصف نهائي الشان ضد السنغال بملعب نيلسون مانديلا ببراقية. مدرب الموزمبيق فرانسيسكو كيغول شعر بخيبة أمل كبيرة وأكد أنهم لم يستطيعوا التأقلم مع هذه المباراة بسبب الظروف المناخية الصعبة. إذن مشاهدينا نذكر أن المنتخب الوطني الجزائري، وقبل ذلك مشاهدينا نتابع تصريح المدرب منتخب مدغشقر. كفريق متوسط ونحن الآن فزنا وتأهلنا نصف النهائيات. أهنئ اللاعبين وأشكرهم وبفضلهم تأهلنا إلى نصف النهائيات. أنا فخور جدا بالفريق الذي أدربه. نعم كان اللاعبون خائفين قليلا، حاولت تهدئتهم وأخبارهم بأنهم يجب أن يلعبوا بسرعة وأن يسددوا أهدافاً بسرعة وبمهارة. والآن مشاهدينا نذكر أن منتخب الوطني الجزائري المحلي سيواجه في مباراة نصف نهائي المنافسة المنتخب النيجيري يوم الثلاثاء المقبل بملعب ميلود هدفي بوهران على الساعة 17:00 مساء. أما المباراة الثانية من دوري النصف النهائي ستلعب بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بين المنتخب السنغالي ومدغشقر على الساعة 18:00 مساء. والآن نمر إلى سعي لإنجاح تنظيم الشان في نسخته السابعة وفي المباراة القادمة الماضية شباب جزائري من مختلف الأحياء الشعبية وبمرافقة الاتحاد الجزائري جماهير الباهية وعران بدورها عاشت المباراة على الأعصاب، حيث تابعت المواجهة عبر الشاشة وأبدت سعادتها الكبيرة بتحقيق التأهل، خاصة وأن منتخبنا الوطني معني بلعب مباراة المربع الذهبي بملعب ميلود هدفي بوهران، وهو ما أسعد الجماهير الوهرانية التي أكدت حضورها للموعد المنتظر ووقوفها مع المنتخب لتحقيق التأهل إلى النهائي. كانت مقابلة صعيبة والحمد لله رانا تكاليفينا دومي فينال، ونشكر اللاعبين ونشكر الدولة الجزائرية على هذا العرس الرياضي والعقبة للنهائي إن شاء الله، ونفرحوا كاع الشعب الجزائري يفرح. كانت مقابلة صعيبة تاع الربع النهائي هذا، بعدنا حتى 92 دقيقة باش أهلنا وإن شاء الله النصف النهائي، وإن شاء الله يجوا الوهران إن شاء الله ونرحبوا بهم ونرحبوا بالشعب الجزائري، وإن شاء الله النهائي والكأس إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله ليكيب ناسيونال ربحت فرحتنا. كل شغل كنا نستنوا باللي كانت غادي تكون مباراة صعيبة مع كوت ديفوار اللي زعما فريمون تاني ايكيب مليحة، مي الحمد لله كانت صعيبة مع لا فيزيونومي تاع الماتش كانت تاني صعيبة، من خرج واحد بحمرايتو زعما شوية صعيبة، مي الحمد لله لا فيكتوار هي ليسونسيال ومزيان الحمد لله فرحونا، وسيرتو جور من دروغرام جايين لوهران
ان شاء الله غادي نكونوا موراهم وكما مداري زعما. نعم، الشاب الجزائري قدم صورة جميلة في هذه المنافسة. إذا مشاهدينا نذكر أن مباراة المنتخب الوطني الجزائري المحلي سيواجه فيها المنتخب الوطني منافسه النيجر في يوم الثلاثاء المقبل بملعب ميلود هتفي بوهران على الساعة 5 مساء. أما المباراة الثانية ستلعب بملعب براقي ملعب نيلسون مانديلا، ستجمع بين منتخبي السنغال ومدغشقر على الساعة 8 مساء. إذا مشاهدينا نترككم مع هذه الصور الجميلة الخاصة بالمنتخب الوطني الجزائري. المتابعة إلى صبيحة الغد بإذن الله.